بندي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. أهلا بكم أحبائنا في برنامج جديد من برنامجكم الصحة الكاملة. بنرحب بكم أصحاب قناة لوغوس، والنهاردة عندنا برنامج مهم خالص، هنتكلم في مواضيع في حياتنا كلنا. فأفكركم تطلبوا أحبائكم وتقولوا لهم يتون آن أو يفتحوا القناة، اللي ما عندهوش يجو على الانترنت تحت logoschannel.com logoschannel.com علشان يتابعنا ويستفاد من البرامج اللي بنحاول نقدمها لكم علشان نمجد اسم ربنا وتستفيدوا بيها. النهاردة الحقيقة برنامجنا هنتكلم عن أمراض الجهاز العصبي، ودي بيضم الصداع، وجع الدماغ يعني، والأمراض المختلفة. وانتوا زي ما انتوا عارفين احنا بنحاول نقرب الصورة بتاعة المرض وأعراضه وازاي بيحدث، علشان لما تفهموا تقدروا تتعاونوا مع الدكتور بتاعكم في العلاج. ومش هنلاقي أحسن من ضيفنا النهاردة الدكتور وسيم إبراهيم. اهلا بيك يا دكتور وسيم، شرفتنا. اهلا بيك، بنشكرك على تعبك وسفرك. الدكتور وسيم ابراهيم اخصائي امراض الجهاز العصبي. اديكم فكره عن دراساته. هو اتخرج من جامعه الاسكندريه في الثمانينات، وجي هنا عمل سنه امراض باطنيه، وبعدين 3 سنين أمراض عصبية، يعني 4 سنين علشان يتخصص. وبعد كده نجح في البورد اللي هو زي درجة الدكتوراه أو ملوش مقابل في مصر يعني، في الأمراض العصبية والنفسية. وبعدين كمان أخد سنة تانية تخصص في جامعة كاليفورنيا USC University of South California في أمراض العلاقة بين العصب والعضلات، neuromuscular diseases يعني. وهو خلص تمرينه في جامعة University of New York، في جامعة نيويورك، فيعني اتمرن من الشرق بتاع أمريكا لغاية غرب أمريكا. وهو بيمارس الطب مع مجموعة من الأخصائيين في الأمراض العصبية في ريفرسايد يعني في كاليفورنيا، بس يعني بعيد شوية عن البحر. فبكده بقاله أكتر من كم سنة يا دكتور؟ 12؟ لا، بقالي 25 سنة في ريفرسايد في العيادة من سنة 88. طيب، حساب الواحد مش بيصدق. أهلا بيك يا دكتور تاني. أهلا بيك يا دكتورة شهيرة. وتسمح لي قبل ما نبتدي حلقتنا أقول شوية اجتماعيات؟ أوي. طيب، الكنيسة طبعا والاجتماعيات فيها مناسبات حلوة. الأول بنهنئ شعب نيويورك وكل الولايات اللي تجلس على أبرشيتهم الأنبا ديفيد، ربنا يساعده ويعمل خدمات عظيمة زي ما هو ما كان بيعمل كأسقف عام. وكمان يمكن قبل البرنامج لاحظتوا ان الانبا بولا اسقف طنطا كان حضر لتجليس الانبا ديفيد، وادانا فكره عن الدستور، ويبدو ان هو بيهنينا
كشعب مصر في كل الأماكن في مصر وخارج مصر بهذا الدستور. وبالمناسبة نهني برضو العالم كله، لأن الاستقرار في مصر ومحاربتها للشر اللي كان هيقع على مصر ده استقرار ومحاربة للشر في العالم كله. فاحنا بنهني مصر وربنا يكمل البلد اللي هو باركها، مبارك شعبي مصر وقدسها وخصصها ليه لما زارها كطفل. كمان عندنا الحقيقة ناس زفت إلى السماء، نحب نعرفكم بيهم وبحياتهم كنبذة بسيطة. هي تعزيتنا لأهل وأصدقاء وأحباء وشعب كنيسة العذراء مريم بالزمارك لانتقال المتنيح القمص يوسف عبده. شايفين صورته. أبونا يوسف عبده الحقيقة من الجيل اللي كان كده طلع فيه زي فرع معين في الشجرة يثمر وتلاقي الفاكهة كلها جنب بعض فيه. فهو كان من الجيل بتاع أبونا المبارك المتنيح الأنبا صموئيل والأنبا أبونا متى المسكين والمجموعة اللي كانت فيه بتخدم في الجيزة. هو ولد في محافظة الغربية وخلص تعليمه في كلية آداب الأسكندرية، أخد لصنص آداب وراح يخدم في الجيزة مع الناس اللي ذكرنا أسمائهم العظماء دول، وجاله وخدم كمدرس برضو في مدرسة ثانوي في طنطا قبل كده، وجاله فرصة ياخد دكتوراه في التاريخ. فجه شيكاغو ياخد دكتوراه في التاريخ وأخدها، وهو موجود هناك أخد كمان دكتوراه في اللاهوت والعلم مقارنة الأديان. فمعاه 2 دكتوراه وانتهز فرصة إن هو جاي بعثة لدكتوراه التاريخ فأخد دكتوراه اللاهوت. ورجع الحقيقة مصر وكان متزوج اوريدي، وهو كان أقل من 35 أو في نص عمر الثلاثينات لما كان بيخدم في كنيسة العذراء في الزمالك. وشعب الكنيسة راح للأنبا كيرولوس المتنيح القديس الأنبا كيرولوس علشان يطلبوا منه أن يرسم كاهن لشعبهم وفي ذهنهم تزكية لأبونا يوسف عبده. فالأنبا كيرولوس قال لهم قبل ما تبتدوا أنا عندي اقتراح، عندي حد في ذهني عايز أرسمه عندكم، وذكر اسم أبونا يوسف. فطبعا عرفوا أن دي رسالة من ربنا، وإحنا عارفين دايما الأنبا كيرولوس مشهور بهذه الموهبة. اترسم على الكنيسة وخدم فيها حوالي 53 سنة. كان من مواهبه المحبة والذاكرة القوية والافتقاد. يعني قالوا لي كان يقف على باب الكنيسة يوزع لقمة البركة عشان يشوف كل الناس اللي خارجة ويتذكر مين ما جاش النهاردة، وقبل ما يسيب الكنيسة يروح المكتب ويتصل بيهم ويطمئن ان هم ما جوش ليه ويفتقدهم. فدي كانت من ضمن المواهب بتاعته في الخدمة اللي نجحت خدمته جدا. الحاجة التانية كان مدقق جدا في حياته وفي وقته، عشان كده لما جه شيكاغو ياخد دكتوراه في التاريخ قال أنا عندي وقت وعندي طاقة أخد دكتوراه في اللاهوت كمان. ولما وصل مصر كانوا بيقولوا لما يقول القداس من الساعة 7 لـ9 يبتدي 7 بالظبط ويخلص 9 بالظبط. لما كان يدي ميعاد لناس كانوا يقولوا نظبط الساعة عليه، يلاقوا الباب بيخبط الساعة بالظبط اللي هو اداها لهم. فدي مواهب كتيرة سبب نجاح كل أولاد ربنا، وحتى في العالم الناس المدققين اللي محافظين على وقتهم ووقت الناس بينجحوا. ربنا يدينا من مواهبه ويدينا بركة صلواته في السماء. وأنا أحب أوصل تعزيات قناة لوغوس لمدام تاسوني عايدة فؤاد وابنه
الأستاذ ألبير وبنته اللي معانا هنا في كنيسة ماري يوحنا فيرا، وجوزها المهندس الأستاذ هاني مهني وأسرتهم. فبركة أبونا يوسف عبده وصلواته تكون معانا. عندنا كمان واحدة انتقلت للسماء برضو كانت معروفة خالص، وهي مدام نادية الزك. سوري ما عندناش صورة ليها، بس مدام نادية خدمت في اسكندرية وهي بترعى أسرتها ومع زوجها مع أبونا القمص ميخائيل سعد، اللي هو والد الأستاذ سعد ميخائيل سعد أو الدكتور سعد ميخائيل سعد، اللي بيقدم البرنامج العظيم اللي بتقدمه قناة لوغوس بتاع الحضارة القبطية. بعد ما تنيح زوجها وهي كانت بتخدم هناك، أولادها اللي مهاجرين هنا طلبوا منها تيجي وتعيش معاهم، ففضلت تعيش في بيت المسنين لأنه ملاصق لكنيسة ماري جرجس في بيلفلاور في كاليفورنيا، عشان تبقى تمشي للكنيسة ومحدش من أولادها يبقى يضطر يوصلها وتعتمد عليهم وتضيع منها القداسات. كانت إنسانة محبة جدا جدا ومشهورة بابتسامة فيها البساطة والمحبة، وكانت لما ما تعرفش حد بالاسم خصوصا في آخر الفترة بتاعة المرض بتاعتها كانت تسلم وبابتسامة حلوة تقول لهم أنا بحبك. فدي كانت جملة التحية بتاعتها. ربنا يدينا بركة صلواتها وشفاعتها عننا وإحنا في الأرض. وتشاء الظروف إن الجراند سن ام سوري الجراند دوتر يعني حفيدة مدام نادية الزك هي زوجة حفيد أبونا يوسف عبده، فيعني زمانهم في السماء متوصيين بأحفادهم وبأولادهم، إلا بقى لو في السماء مفيش فرق ويتوصوا بينا احنا كمان بصلواتهم. بنعزي أسرة قدس أبونا يوسف عبده وأسرة مدام نادية الزك، وربنا يدينا بركة صلواتهم. كمان ما نساش نقول على انتقال الإنسان العظيم نيلسون مانديلا، ويمكن في الآخر نختم بكلمتين من كلماته أو أقواله المأثورة اللي قالها. طيب بكده نبتدي برنامجنا، وأرجو تكونوا اتصلتوا بأحبائكم عشان يتابعونا. أهلا بيك تاني يا دكتور وسيم. أهلا بيكي. ومعلش نبتدي بإيه؟ موضوع وجع الدماغ أو الصداع؟ يعني الصداع طبعا حاجة منتشرة قوي، فأي ثينك إنها يعني يبقى موضوع كويس إن الواحد يبتدي بيه. طيب. يعني الصداع في أنواع كتير. النوع الأكثر انتشارا المايجرين. المايجرين بالعربي كانوا بيسموه الصداع النصفي، بس الاسم العربي مش دقيق قوي، لأن المايجرين يعني ممكن يبقى صداع على ناحية واحدة من الرأس أو ممكن يكون من ناحيتين. عادة الوجع بتاعه بيبقى pounding in nature، بينبض أو بينقح يعني. عادة بيستنى ساعات كتير، يعني مدته تبقى كذا ساعة، ممكن يقعد يوم أو يومين. ومن أخص يعني من خصوص الصداع المايجرين إنه بيزيد بالحركة. فاللي عنده صداع that is migraine ويجي يعمل مجهود الصداع يزيد. لو طلع سلالم أو جري أو عمل أي حاجة كده فيها مجهود جسماني الصداع يزيد. ومع من خصوصيات الصداع إن مع الصداع بيبقى فيه other symptoms associated symptoms. ساعات يجي معاه دوخة، ساعات يجي معاه نوزيا غممان نفس، ساعات يجي معاه فوتوفوبيا أو سونوفوبيا، يعني الضوء الجامد يبقى الواحد مش قادر يستحمله، أو الصوت العالي يبقى الواحد مش قادر يستحمله.
كل دي من اخص يعني من وصف الكومن مايجرين. يعني المايجرين اللي بالطريقه دي بيسموه كومن مايجرين علشان هو كومن يعني منتشر، او الاسم الجديد اسمه مايجرين without aura، يعني مايجرين بنشوفش حاجة من غير ما يبقى مقدمة. له حاجه مقدمه له. وكتير يعني اماكن كتير من الراس بتبقى affected. حوالين العين is a very common area، في التمبل في الراس من الجنب، او في الراس من ورا. طيب أسألك يا دكتور، يعني احنا اتفضل. قلنا كلمة هيدك عشان هنستعملها كتير نحفظها كلنا، جاية من هيد يعني راس، HEAD، ولازقة فيها كلمة وجع اللي هي ايك، ACHE، فهنتكلم ونتكلم ونقول هيدك هيدك، فتبقوا عارفين ان ده وجع الدماغ، يعني غير الوجع الدماغ اللي بيجي من الحاجات التانية السوشيال. فهنتكلم على عن الهيدك، والدكتور بيقول لنا المايجرين اللي هو بيسموه في مصر الصداع النصفي، هل ممكن تشرح لي علاقته بأي عصب في الجسم، أو أيوة. إذا كان تورينا؟ نشوف السلايد نمرة 3. في العصب الخامس اللي هو الترايجيمينال نيرف، ده هو العصب الأساسي بتاع الإحساس في المخ. وبين العصب وبين الأوعية الدموية في interaction، يعني فالعصب الترايجيمينال ده له 3 فروع أساسية، وله كمان فرع بينزل في السباينال كورد، في النخاع الشوكي، بينزل في الرقبة. فكتير الصداع يبقى موجود في الديستريبيوشن بتاعت الترايجيمينال نيرف، يعني في الحتة اللي بيروحها، وممكن يكون كمان في الرقبة. ترايجيمينال يعني ليه 3 فروع له 3 فروع. اكزاكتلي زي ما انت قلت، تراي يعني 3، وجيمينال يعني اوريجين او حاجه، يعني ليه 3 رايت اوكي رايت. فروع. اتفضل. وعشان نفهم اكشولي ازاي التفاعل بين العصب والبلاد فيسل، نتكلم على النوع التاني من المايجرين، لانه بتبقى ظاهره فيه اكتر، اللي هي اسمها كلاسيك مايجرين، او اوكي الترم الجديد اسمه مايجرين ويذ اورا. اوكي المايجرين اللي ويذ اورا ده قبل ما الصداع يجي بيجي معاه اعراض some neurologic symptoms. يعني ايه؟ ممكن العيان يشوف حاجه، تبص تلاقي فيه زيجزاجز مثلا، او كانه بيشوف برق، او يبقى في زغلله في عينه، كان في مش شايف الصوره كويس. والفتره دي ممكن تقعد 20 30 دقيقه، وبعديها ممكن الاعراض دي تروح، وبعدين يبتدي الصداع بعديها. ويعني الفيجوال سيمتومز ده هي الاعراض اللي بالنظر بتبقى كتير، بس في أعراض تانية ممكن برضو ساعات يبقى في تنميل، والتنميل يبتدي مثلا في الإيد، وبيسموه they march، يعني يبتدي من الإيد يزحف. وبعدين ينتشر للفور آرم، وبعدين الآرم ممكن ياخد الناحية كلها من الجسم، أو ممكن يبقى في speech problem، الكلام يبقى مش كويس. وأجين بتقعد 20 30 دقيقة، وبعدين تروح والصداع يبتدي بعديها. الأورا دي يا دكتور اللي هي الإنذار، يعني انذار. اكزاكتلي إنذار، اكزاكتلي. فمش دايما تحصل، لكن بتدينا فكرة إن في ارتباط بين المخ كله وبين أعضائه انكلودينج العصب الخامس اللي هو رايت المثلث التفرعات ده. لو نشوف السلايد نمرة 4، الأوعية الدموية اللي في المخ it's supplied بالعصب. ففي في جدار الوعاء الدموي في أعصاب. الصورة اللي فوق خالص ده النورمال بلاد فيسل، الوعاء الدموي في الحالة الحالة الطبيعية. الطبيعية. أيوة.
وبعدين لو لما المايجرين يبتدي الأورا الكلاسيك مايجرين الوعاء الدموي بيتقلص بيبقى سبازم علشان في عضلات في الجدار بتاعه right, بيبقى في سموث ماسلز عضلات يعني involuntary غير اراديه غير اراديه ولما الوعاء الدموي بيتقلص كده مش بيسمح للدم انه يروح حته للمخ حته معينه لو واحد بيغذيها يعني right. فبتسبب الاعراض اللي هي ممكن تكون بالنظر او او التنميل او الكلام وبعدين بعد ما السبازم ده التقلص يروح الوعاء الدموي بيدايليت بيفتح خالص ومن كتر ما بيبقى واسع قوي بيسترتش الجدار بتاعة الوعاء الشريان فالأعصاب اللي في الجدار بتبقى ستريتشت ودي اللي بتسبب الصداع ده انت شرحت لنا واضح خالص ففي الكلاسيك مايجرين بيحصل السبازم الاول وبعدين يحصل الدايلاتيشن فالاول يبقى الاعراض انها قبل الصداع يبقى الفيجوال سيمتومز او التنميل او السبيتش او ممكن حتى ضعف في ايد وبعدين بعد ما تروح يبتدي الصداع يعني هي كلها متعلقة بأن العصب بيغذي العضلات اللي بتتحكم في وسع وضيق الشريان اللي جوه المخ مظبوط فضيقه بيعمل أعراض بقى مختلفة حسب أني حتة مكانها حسب مكانها أني حتة اللي ضيقت وبتغذي أني منطقة exactly. وبعد كده نتيجة الضيق من ضمن أي حاجة تمنع عليها الدم بعد شوية تفرز حاجات تخليها يعني تقول كفاية كده أو يعني تفتح اكتر من اللازم هي بتاخد وقتها وتروح عايز اوري المشاهدين يعني سام اوف ذا السلايد نمره 5 دي الحاجات اللي ساعات الواحد يشوفها لما يكون عنده مايجرين السلايد السكشن اللي فوق على اليمين كان في بلايند سبوت حته في وسط الصوره تبقى مش ظاهره مش او اللي تحت على اليمين يبقى نص المنظر بحاله مش باين يعني الواحد مثلا يكون بيقرا ويبتدي الاورا دي يبقى مش شايف نص الكلام او في حروف في الكلمه تروح منها الناحيه الشمال من الشاشه من فوق يبقى في زيجزاجز يعني الحاجات اللي هي بتبقى زياده او ساعات سبوتس اوف لايتس يعني يبقى في حاجات flashing. يعني دي very common symptom للمايجرين في الفيجوال سيمتوم طبعا الناس اللي عندها مايجرين بتبقى لو بيجي لها التنبيه ده او المؤشر ده في الاول بيبقوا عارفين ان هيجي لهم الصداع right. يعني هل بتبقى هي في نفس الشخص عادة ولا ممكن تختلف؟ ممكن تختلف بس كتير بتبقى نفس بتبقى ريبيتيتيف لأن بيبقى في حتة من المخ هي السسبتبل يعني ليها قابلية إنها يحصل لها السبازم فهي دي اللي بتحصل بس الأعراض ممكن تختلف حسب أنه حتة من المخ هي اللي بتبقى الشريان بتاعها انقبض أو exactly يعني الناس ساعات تفكر على الصداع ان هو صداع ووجع انما مش ممكن يكون خطر بس التقلص اللي في الشرايين ده لو جامد قوي او لو مدته طالت قوي ممكن يسيب سكار في البرين واحنا بنشوف الحاجات دي على الام ار اي يعني لو شفنا السلايد اللي بعديه نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 ام سوري النقط البيضاء اللي موجوده الصوره دي يا دكتور دي ام ار اي دي رنين مغناطيسي والنقط البيضاء دي من عيان عنده مايجرين لو عنده كومبليكيتد او كلاسيكال مايجرين او اللي هو مايجرين وذ اورا و يعني طبعا
معلش سوري، يعني الخط الابيض اللي بره ده الدماغ الجمجمه. اكشلي الاسود اللي جواها والجمجمه الجمجمه واللي فوق ال... واللي بره ده السكالب، واللي جوه هو المخ الرمادي. اللي هو الرمادي فاتح ورمادي غامق. الاسود خالص دي اللي في النص دي الفنتريكلز، دي دي فيها السيريبروسباينال فلويد اللي هو السائل اللي في المخ. والنقط البيضاء هي اللي انا بتكلم عليها، اللي هي التليفات او الحته اللي بعد ما بيحصل لها مشكله بتقوم حافظه نفسها بالتليف، بدل ما تبقى خلايا رمادي بقت نقطه بيضاء. بقت النقطه البيضاء دي. اكزاكتلي اكزاكتلي. فعشان كده يعني الصداع ده ايفن دو ان هو بس صداع، يعني الواحد ما يهملوش، لان لما الواحد بيشوف الام ار اي اللي كده اهو، يعني طبعا دي مش يمكن العيان ما يكونش حاسس ان دي حاجه خطر او ممكن تتعالج، بس طبعا لما الواحد يمنعها من الحدوث يبقى افضل، تبقى افضل بكتير. يعني النوع الثالث اللي من المايجرين بيحصل لما المريض يهمل العلاج. تبصي تلاقي المايجرين بقى بيحصل اكتر، يعني المايجرين ممكن هو اولا بيحصل اكتر كتير في الستات عن الرجاله، وناس كتير قوي بيجي لها مايجرين، يعني ممكن واحد يجي له مايجرين او اتنين في السنه، او ممكن اتنين تلاته في الشهر، او ممكن لو ابتدى يهمله يبقى كرونيك. الكرونيك مايجرين ده تعريفه ان لو الواحد ابتدى يجيله 15 يوم في الشهر مايجرين، 15 يوم او اكتر لمدة 3 شهور، ده يبقى ابتدى يعمل كرونيك مايجرين. يعني حضرتك عايز تقول لي ان المايجرين اكتر وجوده موجود اكتر من تشخيصه بكتير بكتير. يعني بكتير. في ناس عندها مايجرين وبتفتكره حاجة تانية، طيب يقول لك يعني يقول لك انا عندي صداع وخلاص، بيجي لي أوكي. كتير بيجي لي صداع، ومثلا المايجرين بيبتدي في الاطفال، يعني الواحد بيشوف يعني اطفال في سن 8 و10 سنين بيجي لهم مايجرين، مش شرط يقول ان هو مايجرين، بس يعني هو بيبقى بيوصفوه انه صداع، بس لما الواحد يسمع الوصف it is a migraine. وفي التين ايج ييرز برضو بيزيد، في البنات مع الهرمونال تشينجز كمان بيزيد، وبيبقى اكتر حوالين المونثلي بيريود مع الدوره الشهريه. ويعني في حاجات كتير بتريجر المايجرين. نتكلم على التريجرز. طيب برضو طالما قلنا كده التريجر، يعني عارفين المسدس بيبقى فيه الزناد، يعني فبيبقى جاهز مستني حد بس يزق الزناد، فكلمة تريجر جاية من كلمة زناد، فيبقى الإنسان عنده استعداد بس مستني حاجة تبتدي العملية. فتريجر يعني الحاجات اللي بتيجي تخلي الإنسان اللي عنده استعداد يجيله الأعراض أو المرض، يعني دي كلمة عامة. فتفضل معلش. Right. التريجرز الكومن الستريس، يعني اي حاجه بتعمل تنشن او ستريس ممكن تتريجر المايجرين. الهرمونز في الستات الاستروجينز از ا كومن تريجر، خصوصا اللي بياخدوا بيرث كنترول بيلز، اي حبوب منع الحمل بيبقى فيها استروجينز، وبتزود اللي عنده استعداد بتزود القابليه للمايجرين. شرب الكحول برضو especially sometimes، يعني الريد واين ساعات يتريجر مايجرين، وانواع برضو من الاكل كتير. الاكل المشهور قوي التشاينيز فود، علشان فيه MSG اللي هو المونوسوديوم جلوتاميت، ده يعني sometimes بيتريجر صداع لناس كتير. البريزيرفد فودز اي المواد الحافظة عموما ممكن تزود المايجرين. الايج تشيزز، يعني الجبنة القديمة او الجبنة الحاجات زي الجبنة الرومي
لبعض الناس يعني، الواحد مش عايز يقول ان دي هتبقى كل واحد لما بيجي له مايجرين الحاجات دي هي اللي بتجيبها، بس في ناس كتير بيبقى عندهم، تبص تلاقي عنده أكلة معينة لما عارفها إنها لما بياكلها دي بتجيب له صداع. يعني الناس اللي بتاكل الجبن ويجي لهم مايجرين ياكلوا جبنه قريش اللي هي جاهزه دي اسهل ولا برضه حسب يعني، يعني لازم الواحد يبقى واعي إن هو يشوف إيه اللي أكله وهل بسبب باستمرار بتجيب له نفس بتجيب له صداع ولا لأ. دي نقطه مهمه، يعني كل واحد يجي له يفتكر كل ايه قبلها او يكتب كلت النهارده كذا، بحيث لو اتكررت يبقى عارف ايه صنف الاكل. الشوكولاته كمان ساعات بت ف يعني احنا بنقول التشيز، شوكولات، تشاينيز فود، الحاجات اللي بالسي بالشهد يعني، بالسي هي اللي كتير بتجيب. والكافي الكافي يعني كتر الكافي هو اللي ممكن يجيب القهوة يجيب مايجرين. اكشولي يعني كويس انك قلتي على الكافي، لان ده عايز اتكلم على الكرونيك مايجرين بقى. الكرونيك مايجرين اللي هو قلناه قبل كده، اكتر من 15 يوم في الشهر صداع موجود، ده تبص تلاقي العيان بيقوم الصبح بصداع، او يعني يقوم وبعد ساعة او اتنين الصداع يبتدي ويزيد during the day، وبرضه بيبقى نفس الاعراض، بينبض جامد وتلاقيه عايز يقعد في اوضه لوحده، دارك كوايت روم يعني، مش وتلاقيه بيبتدي ياخد مسكنات. والمسكنات الكتير ساعات بتزود القابليه للصداع، بتعمل اللي بنقول عليه اسمه ريباوند هيديك. فلو الواحد العلاج بتاع الصداع مش يعني مش كويس ومستعمل المسكنات كتير، ممكن يبتدي بدل ما يبقى عنده صداع مرتين ثلاثة في الشهر يبتدي يزيد في الفريكونسي، يعني بيبقى أيام أكتر، والأدوية اللي كانت بتجيب مفعول قبل كده تبقى مش بتجيب مفعول بعد كده. لو كان بياخد تايلينول أو آيبيبروفين في الأول كانت بتجيب نتيجة، دلوقتي مش بتجيب نتيجة. طب معلش يا دكتور، عشان النقط اللي انت قلتها دي مهمة، تفضل. يعني بتقول لي ان ممكن حد يكون يقول انا عندي صداع اعملوا لي فنجان قهوة، لو بيتكرر والقهوة ما بتنفعش ممكن يكون القهوة بتسبب ان الشريان ينقبض، لان احنا عارفين الكافيين بيضيق الشرايين ويبتدي العملية. ده محتمل. هي كترها يعني ايه، لما الواحد يعني فنجان قهوة يعني في ادوية زي الاكسادرين مثلا فيها كافيين، ف one tablet is fine، او فنجان القهوة is fine ان هو يضيع الصداع، بس لما كترها بقى يعني انا ساعات اشوف مثلا عينين بياخدوا مثلا 10 اكسادرينز a day اوكي، ويجي بيصبح بصداع كل يوم. اللي بيحصل الاتي، يعني لما يبقى عنده صداع وياخد ياخد كافيين او ياخد تايلينول او ياخد فايكودين يعني whatever حاجة مسكنة أو مخدرة يعني، يعني ناركوتيك، في الأول it works، وبعدين لما يبتدي بقى ياخدها كتير، تبص ليه مثلا بياخد 3-4 فايكودين أو نوركو في اليوم، الجسم بيتعود عليه، وبالليل يعني لما ينام مثلا 6 أو 8 ساعات he has a mini withdrawal. الكيميكال اللي كان موجود during the day بيتشال، والصداع كان ديبندنت على على المادة الكيماوية دي، سواء هي الدواء او الكافيين. ولما لما يصحى الصبح تاني يوم ومفيش مفيش الكيميكال دي في الجسم، الحاجة اللي هتريليف هيم، الحاجة اللي هتضيع الصداع، ان هو ياخد يا اما فنجان القهوة او ياخد المسكن. وده كومن، الناس اللي بيجي لها صداع يوم ما بيروحوا مثلا القداس يوم الاحد، تبص تلاقي لو واحد متعود انه بيصحى الصبح بيشرب فنجان شاي او قهوه او اتنين وكل يوم، وبعدين يجي مثلا يوم الاحد ما يشربش، يعني يخلص القداس ويبقى عنده صداع، والصداع ما يروحش غير لما يشرب فنجان شاي او فنجان قهوه.
طيب ذكرت لنا نقطة مهمة، ده حضرتك بتتكلم على الصداع العادي، يعني مش شرط دول الناس بتوع الصداع النصفي أو المايجرين. لا ده ينطبق على ده هو الكومن مايجرين. ده الكومن مايجرين يعني الكومن مايجرين يعني الاسم بتاعه حتى بيقولوا كومن لأن هو الصداع منتشر. المنتشر. زمان زمان كنا الديفينيشن بتاعت المايجرين كنا بس بنخليها النصفي. النصفي، يعني كانت very restrictive في الديفينيشن. دلوقتي يعني ناس كتير قوي من اللي بيجي لهم الصداع العادي ده this is a common migraine. يعني يتعالج بطريقه مختلفه عن كونه صداع باسبرينا ولا بتايلينول exactly. ولا يعني نتكلم طب شويه على العلاج. العلاج طبعا اهم حاجه لو الواحد في حاجه مسببه الصداع ان هو يتفاداها. يعني لو في مثلا ستريس او سايكولوجيكال ايشيو طبعا لو ممكن الواحد يتفاداها. لو هرمونز بيرث كنترول بيلز مزوداها برضو دي this can be avoided. اتكلمنا ان الترايجيمينال نيرف بيخش في الرقبه فساعات يبقى في باثولوجي في السيرفيكال سباين في حاجات في العمود الفقري برضو تتريجر الصداع تقرص على العصب او مش شرط تقرص بس اتيريتيتد يعني يعني دلوقتي الصداع المايجرين ممكن يوجع في الرقبة وممكن اللي يكون فيه باثولوجي في الرقبة يعني حاجة في الرقبة تجيب المايجرين فتبص تلاقي بقت حلقة مفرغة يعني الرقبة بتزود الصداع والصداع بيوجع في الرقبة ف it has to be broken يعني لازم الواحد الأول يبتدي يعالج مثلا الصداع ويشوف وجع الرقبة هيتحسن ولا لا. لو وجع الرقبة تحسن يبقى وجع الرقبة كان من الصداع. لو الصداع اللي في الراس تحسن ووجع الرقبة لسه موجود يبقى الواحد يدور على حاجة تانية تكون في الرقبة مزودة الصداع. يعني بتقولي ممكن الرقبة تبتدي الصداع وأول ما يبتدي يكمل المشوار بتاع الثلاث فروع للعصب exactly. من الراس فما تحت بالظبط فده يبتدي بالرقبة وبعدين يكمل right. بحيث لو خففت ده والرقبة لسه موجود يبقى محتمل هو كان بدأ من الطرف العصب اللي داخل على الرقبة yes. yes. طيب الواحد لما بيكون الكومن مايجرينز لو كتيرة لو الواحد مثلا بيجيله 10 15 20 يوم في الشهر عنده صداع احسن ما ياخد المسكنات ان احنا بندي ادوية تمنع الصداع. اوكي بس يكون اتشخص صح الاول رايت رايت تشخيص الصداع يعني يكون الواحد يقول ان ده مايجرين بيعتمد اولا على الهيستوري الواحد يسمع العيان بيوصفه ازاي بيجيله ازاي وبعدين الفيزيكال اكزام يميك شور ان النيورولوجيك اكزام يعني بتاعه الكشف بتاعه ما فيهوش حاجه تخليك تشك ان في مرة تاني. واكتر العيانين اللي بالصداع مش بيعوزوا اشعه على المخ يعني الهيستوري والفيزيكال اكزام بس يعني ازاي بيوصف الصداع مع الكشف بيبقى الواحد بيشخصه. فالعلاج لو هو كومن لو يعني او فريكوينت بيجي مثلا كذا مره في الشهر 10 20 يوم يبقى بدل ما الواحد يدي مسكنات بيدي ادويه تمنعه. الأدوية اللي تمنعه في كذا وقايته يعني قبل ما يحصل يعني prevention الأدوية دي يعني مش عارف الواحد يتكلم عليها بالتفصيل ممكن نقولها يعني في جروب من الأدوية دي اسمها tricyclic antidepressants. الانتيديبريسنس دي يعني أدوية كانت بتعالج الاكتئاب بس هي مش علشان بتعالج الاكتئاب بتعالج الصداع. دي الفاميلي من الفاميلي دي من الادويه هي الادويه بتاعت الاكتئاب القديمه اول ادويه اكتئاب طلعت في السوق تقريبا من 50 سنه او سو لما طلعت انها للاكتئاب كان الجرعه الواحد ياخدها علشان يعالج الاكتئاب
كانت جرعة عالية قوي، 150 ميلي جرام مثلا أو 200 ميلي جرام. وبعد ما طلعت على في السوق والناس ابتدت تستعملها للاكتئاب، اكتشفوا انها اللي كان منهم عنده صداع، الصداع ابتدى يروح، فابتدوا يستعملوها لعلاج الصداع بس في جرعة قليلة للمناعة يعني. لأنها تمنع الصداع. فدلوقتي احنا بنستعملها بس للصداع، في أدوية بقى تانية للاكتئاب that is a totally different family يعني of medicine، وبس مش بتأثر على الصداع. فاحنا بنستعمل الأدوية القديمة دي اللي هي كانت أصلا بتاعت اكتئاب، بنستعملها للصداع بس في جرعات قليلة. للأسف بقى علشان ده off label use يعني، يعني هي لما اتوافقت عليها كانت أدوية اكتئاب وبعدين بقت تستعمل لحاجة تانية، لسه اسمها انتي ديبريسنت. اوكي، فالعيان يفتكر ان انت مدياله دواء للاكتئاب والفارماسي بتديله برنت اوت ان ده دواء بتاع اكتئاب. alright، فلازم طبعا يعني الاديوكيشن بتاع العيان مهم قوي، تعرفه ان رايت ان انا بدي لك الدواء ده، ده اسمه كذا بس انا مش مديهولك علشان لان الكومبلاينس مهم قوي، مهم ان العيان يفهم بياخد الدواء ده بيشتغل ازاي. والدواء ده هياخده مش بس لما يجي له صداع، الدواء ده هياخده كل يوم سواء عنده صداع او ما عندوش صداع عشان يمنع الصداع. اكزاكتلي. فامثله من الادويه دي زي النورتريبتلين او الاميتريبتلين، these are very common and very cheap medications. يعني كمان المضاعفات بتاعت الادويه دي مش كتيره يعني، هي لما كانت الجرعه عاليه ايام ما كانت بتدي للاكتئاب كانت المضاعفات كتيره، هو بينوم. اوكي، انما في الجرعات القليله اتس فيري ويل تولريتد. كتير كتير من الناس اول ما تبتدي يعني بياخدوا بالليل قبل النوم، و يعني اليوم اللي بعديه ممكن يبقى نايم شويه لمده يومين ثلاثه وبعدين الجسم بيتعود عليه، وبعدين بتبتدي تشتغل بتاخد لها اسبوعين ثلاثه لحد ما تبتدي تشتغل. فلازم برضو العيان يبقى فاهم انها مش من اول يوم الصداع هيروح، it has to build up يعني. فمين المريض اللي عنده الصداع النصفي او المايجرين اللي بتفضل تحطه على حاجه تمنع حدوث المايجرين اللي هي للمناعه يعني، لانه بياخده كل يوم سواء جاله او ما جالوش، فبيبقى من الصعب ان هو يقبل بيه الا لو حصل له المايجرين كتير بحيث يقول لك لا اخده احسن لي من اتفضل. رايت ما اول دي اول ستيب يعني او فيرست لاين اوف ديفنس. اوكي، ان لو الهيديك فريكوينت بيحصل يبقى البريفنشن از بيتر، لان لو الواحد هيبتدي يستعمل المسكنات، لو مثلا واحد بيجي له 3 أو 4 أيام في الشهر صداع، ما نديلوش حاجة تمنع الصداع، نعالج الصداع لما يجي. إنما لو الصداع ده 15 يوم هتبص تلاقي يوم أو يوم لأ بياخد حاجة، وبعد شوية الأدوية دي مش هتبقى فعالة. يعني اللي بيجي كتير بحيث بيعطل له حياته ويبقى ليه فايق يستفاد ان هو ياخد الدواء اللي يمنع. طيب. ومش بس ان هو علشان بيعطل له حياته، وعلشان لو استعمل الادويه المسكنه هتشتغل مثلا 2 3 6 شهور، وبعد كده العين هيرجع يتعود عليها الجسم يعني هيديفلوب تولرنس، فمش هتبقى ايفكتيف. ونوع تاني برضو من الأدوية البريفنتيف اللي هي الأنتي أبيلابتيك ميديكيشن، some of it يعني اللي هي زي أدوية اللي بنستعملها لعلاج الصرع، بس برضو في دوزز صغيرة بتبقى إفكتيف زي التوباماكس أو الديباكوت. وبعدين لما الواحد يبقى على دواء زي كده مش شرط إنه يمنع الصداع 100%.
اوكي لازم الواحد يعني يبقى ايه في ريسك توازن. فيرسس بينيفيت، يعني الواحد يزود الجرعة شوية لحد ما يبقى في ريزونبل بينيفيت، لأن طبعا كل ما الواحد زود الجرعة ممكن المضاعفات تزيد. بعدين يقول للعيان يعني ده بتاخده كبيس لاين، وبعدين لما يجي لك صداع بقى ممكن تاخد حاجة as needed. يعني الأدوية المانعة للمايجرين أو لتكراره بتقلل عدد المرات، ايوه وكمان بتخليه حتى لو اتعرض مش بس هتبقى على مسافات طويلة، لكن ممكن الصداع ما يكونش بنفس القوة ما يكونش كمان. بنفس القوة و does not last as long، ما يقعدش مثلا يومين ثلاثة. انت قلت لنا بيقعد من 3 ساعات ل3 ايام، يعني ممكن ممكن واحد ممكن لو بيجيله تبقى حياته كلها واقفة على وعلى الوجع اللي محدش بيحبه يعني. رايت. وكمان طيب لما يكون على الدواء الوقائي، الدواء اللي بنسميه بقى ريسكيو ميديكيشن، يعني هياخده از نيدد، هياخده لما الصداع لما يجي، يتعب. بيشتغل اسهل، بيبقى اسهل ان كويس. الدواء ده يبقى مور افكتيف. زي ايه الأدوية دي يا اوكي دكتور؟ الادويه بقى دي از سمبل از ممكن تكون حاجه اوفر ذا كاونتر، زي التايلينول او الايبيبروفين او النابروكسين، اللي هو زي الأليف زي دول. الاليف او الادفيل. الادويه دي فيها انتي انفلاماتوري كومبوننت وفيها انالجيزيك كومبوننت، يعني فيها مسكن وفيها حاجه ضد الالتهاب. كويس. احنا ما اتكلمناش على ان الوعاء الاوعيه الدمويه برضو بيبقى فيها حاجه اسمها بيري فاسكولار انفلاميشن، فبيبقى في شويه التهاب في حوالين الشريان، الشريان. فالانتي انفلاماتوري ايفكت بتاعه الادويه بتبقى ايفكتيف برضو. يعني عايز تقولي التايلينول مثلا ملوش انتي انفلاماتوري، كوركت ملوش دعوه بالالتهاب في حد ذاته. التهاب مظبوط مش معناه ميكروب، لان كلمه التهاب بالعربي بتعني يا اما التهاب نتيجه ميكروب او التهاب نتيجه حاجه محمره وزايد نشاطها عن اللازم يعني. لكن دي اسمها الجزء الثاني ده اسمه انفلاميشن بالانجليزي. انفلاميشن زي واحد يجي له التهاب في ركبه، في صوابعه، التهاب في الاعصاب زي اللي بيحصل للناس اللي عندها سكر وكده. فكلمه التهاب بالعربي مش دقيقه زي انفكشن اللي هو التهاب ميكروبي في الانجليزي، وانفلاميشن اللي هو التهاب من غير ميكروب، مجرد تزيد الدمويه ويزيد الورم ويزيد الاحتقان في منطقه معينه. فالدكتور بيقول ان بيحصل في الشرايين اللي هتبتدي عملية الصداع النصفي اللي هي جوه الراس بيحصل فيها انفلاميشن. فالأدوية اللي هي زي الايبيبروفين اللي هو الموترين والأليف اللي هو النابروكسين بتساعد على الالتهاب، عكس التايلينول مثلا الاسيتومينوفين ده للوجع بس، لكن التانيين بيشتغلوا على الاتنين، على الوجع والالتهاب، يبقى يفضل يستعمل واحد من دول. مظبوط اتفضل. مظبوط. دي ادويه اوفر ذا كاونتر، وزيها برضو الاكسادرين. الاكسادرين زي ما قلنا يعني في تايلينول وفي اسبرين وفي كافيين، بس طبعا الاكسادرين لازم الواحد ياخد باله منه علشان الكافيين ممكن يعمل الريباوند هيدكس لو كتر استعماله. يعني لو اوكي. بيستعمل، لو العيان بيستعمله مرتين ثلاثة في الأسبوع that's fine، إنما زي ما قلت ساعات العيان يبقى عايش على الإكسادرين ده على طول، فده اللي هو يعوز يبقى يتمنع. نوع تاني من الأدوية اللي هي very common اسمها triptans. التريبتانز دي أدوية بتسبب ان الوعاء الدموي يتقلص. اوكي فتساعد الوجع، تساعد الصداع، انما الواحد ما ياخدهاش لو عنده اورا. الاورا زي ما نفتكر ان بتحصل بتحصل لما يكون الوعاء الدموي اوريدي متقلص بس مش بيبقى معاها الوجع، انما لما الوعاء بيفتح ينبسط. بينبسط والنيرف بلكسس اللي في الجدار الجدار. هي اللي بتبقى ستريتشد، دي اللي بتسبب الوجع. فالأدوية دي بتخلي الوعاء ينقبض ينقبض. تاني،
فيعني دي ادويه فيري سبيسيفيك للمايجرين هيديك. زي الاسماء ايه يا دكتور؟ زي اول دواء طلع من الصنف ده السوماتريبتان اللي هو الايميتراكس، وفي ادويه تانية زي الامرج، فروفا، زوميج، رالباكس، يعني ادويه زوميج، قلنا زوميج يعني في ادويه بالصنف ده، ودول سيلكتيف للاوعيه الدمويه بتاعه المخ. اول ما الادويه دي طلعت علشان بتسبب تقلص، كان في خوف ان ممكن لو حد عنده كوروناري ارتري ديزيز، حاجه تصلب في شرايين القلب، انها ممكن تعمل تقلص في الشرايين دي. رايت. فما بيحصلش. الدواء اللي زمان كان مستعمل وبيسبب تصلب، مش تصلب، تقلص في الشرايين وما هواش سيلكتيف، الارجوتامين. فالارجوت كان زمان في دواء اسمه كافرجوت. ده لسه معروف لغاية دلوقتي في مصر. الكافرجوت ده كان فيه كافين وكان فيه ارجوتامين. احنا مش بنستعمل الدواء ده انيمور علشان الارجوت ما هواش سيلكتيف للاوعيه الدمويه بتاعه المخ بس. كل الكلاسيك جديده من التريبتانز they are selective فالموست يعني الايرجوت ده، يعني لو الواحد عنده اكسسبيليتي للتريبتانز يبقى الايرجوت ملوش استعمال. طب دي نقطة مهمة ذكرتها حضرتك، إن الأدوية اللي مخصصة للمايجرين بتشتغل على المرحلة اللي بعد ما الشريان ينبسط أو أنت قلت يتوسع. فلأنها بتضيقه، بحيث لو الواحد خده وهو لسه بيقول الله أنا هيجي لي مايجرين أنا شايف النقط دي، مفروض ما ياخدوش في المرحله دي. كوركت. لانها هتزنق له على الشريان اكتر. مزبوط. وبالتالي هتوجع له بعد شويه اكتر. مظبوط. طيب لكن في المرحله دي ممكن ياخد التايلينول والموترين والحاجات دي من غير ما يقلق على تقلصات الشريان. مظبوط. طيب الحاجه الثانيه، الدواء القديم بتاع المايجرين اللي هو الكافرجوت، وانا عارفه ان هو لسه موجود في مصر وموجود هنا. برضو زي الأدوية الجديدة بيشتغل في مرحلة الانبساط بتاع الشريان بحيث يقوله اتلم يعني، فخطورتها ان هي زي ما بتعمل انقباض في شرايين المخ بتعمل انقباض في شرايين الجسم كله including الشرايين اللي بتغذي القلب. فالناس اللي عندهم استعداد سكر وضغط وعندهم كوليسترول وعندهم ضيق في شرايين القلب حتى لو هما مش عارفين، يفضل ما ياخدوش المجموعة القديمة اللي هي الكافرجات اللي هي كافين طيب فيستعمل مع ان الدواء الجديد الأدوية الجديدة غالية مش كده يا دكتور؟ غالية بس they are covered by insurance يعني. بس انا بتكلم بالنسبة للناس اللي في بلاد تانية بيشتروها. السوماتريبتان دلوقتي بقى جينيريك. طيب. رايت. لان بقى له اكتر من يعني طلع في اوائل التسعينات يعني. بقى له يمكن اكتر من 20 سنة. طيب. فدلوقتي ده افيلبل از جينيريك. وفي ادوية اي ثينك الزوميك برضو اللي هو زوميتريبتان. It is generic. فاسعارها قلت يعني عن زمان. Yeah. طيب تكلمنا عن انواع تانية من الصداع يا دكتور. اوكي. طب النوع التاني من الصداع اللي برضه كومن زي المايجرين التنشن هيديكس. اوكي. التنشن هيديكس او زمان كنا بنسميهم muscle contraction headache. ده بيبقى صداع not as severe as the migraine، ما بيبقاش جامد قوي، بيبقى مايلد وعادة بيبقى في الناحيتين مش ناحية واحدة. ونوعية الوجع ان مش بينبض، التاني بينبض بتاع المايجرين علشان كل ضربة قلب كل ضخة دم بتخلي الجدار يسترتش ويوجع. ده بيبقى constant pain يعني الوجع مستمر. وعلى عكس المايجرين اللي عنده مايجرين يبقى مش عايز يعمل مجهود او اي مجهود يعمله يزود الصداع. التنشن هيديك ممكن الواحد يشتغل بيه ويبقى يعني بس عنده صداع يعني معاكن عليه. معاك. انما مش انترفيرينج وذ هيز
with his activity فممكن يكمل شغله وكده. وده يعني ده برضو it's common ما بيبقاش معاه ال other symptoms زي بتاعت المايجرين، يعني ما بيبقاش معاه غمامان نفس أو دوخة أو ساعات كمان في المايجرين ما كلمناش عليه بيبقى في زنة في الودن، يعني ringing in the ears بتيجي برضو مع مع المايجرين. التنشن هيديك بيبقى وجع مستمر على الناحيتين ومش جامد وما يزيدش بالمجهود. ويتعالج العلاج مسكنات بس مسكنات خفيفة. اوكي ساعات التنشن هيديك بقى يتريجر مايجرين، فتبص تلاقي يعني الواحد لو عنده تنشن وزايد تبص تلاقي قلب بمايجرين. ده لو عنده استعداد للمايجرين. احنا كلنا يعني we are wired to have a migraine، يعني الترايجمينال نيرف والبلود فيسلز والشرايين يعني كلنا لو الواحد عنده تريجر زيادة we can get a migraine. يعني المايجرين ده مش حاجة جينيتك بس، يعني هو في طبعا استعداد ليها. في قابلية جينيتك جامدة قوي، يعني تبص تلاقي العيان اللي بيجيله مايجرين كتير والدته عندها مايجرين او اخته او اختها عندها مايجرين فتلاقي في فاميلي هيستوري اوف مايجرين. يعني الاستعداد وراثي، بس حتى اللي ما عندهوش تاريخ في الاسره ان كان بيجي لهم مايجرين ممكن هو ممكن حاجات معينه ممكن تجيب له. حاجه ما اتكلمناش عليها برضو ممكن ان قله الصيام، يعني مش الصيام اي مين قله الاكل. قله الاكل هايبوجلايسيميا، يعني لو الواحد صايم جاع لفتره طويله الهايبوجلايسيميا بتسبب صداع، وساعات حتى بعد ما الواحد ياكل يكون الصداع ابتدى بقى خلاص وانت عالجتي او يعني اكلتي بس الصداع خلاص عليكي السبب بس اوريدي الصداع ابتدى وخلاص، يعني there is no stopping it. دي كمان بتبان، يعني انا اطفال كتير يجوا يقولوا لي عنده صداع الصبح، اسالهم اكلوا امتى اخر مره بالليل واحسب الاقيها 12 ساعه الطفل ما اكلش، فممكن بعد ما ياكل ينسى ان عنده صداع ويبتدي يلعب ولا يروح المدرسه ويتنسى، فده زي ما بتقول حضرتك ممكن يكون الصداع نتيجة هبوط في السكر في الدم. افتكرت حاجة كمان that is very common في التريجرز بتاعت المايجرين، الناس اللي بتاخد دايت سودز أو دايت فود، الأسبارتام اللي موجود في الـ a lot of sugar يعني sugar replacement الـ sugar free things، الأسبارتام ده برضو ممكن يكون بيتريجر صداع في ناس كتير. فلازم الواحد برضو يبقى واعي ان هو يشوف ايه اللي سبب له صداع ويشوف الانجريدينتس، لو اخد حاجه مثلا معلبه او كده اهو الاسبارتام ده كتير بيبقى. الاسبارتام ده من الانواع القديمه اللي بتحلي، مش right. زي السبليندا لا مش زي السبليندا. السبليندا ده سكر بس مقلوب، الكيماويه بتاعته يا ديكستروز بدل. وكمان التاني اللي هو الايكوال ده الفينايل الانالين ده حامض اميني، فالاثنين دول مش اسبارتين. رايت هو الاسبارتين هو اللي هو كان زمان. طيب في مكالمه معانا ناخدها يا دكتور لو سمحت. الو اللي معانا يتفضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ثانك يو فيري ماتش على البرنامج وثانك يو فيري ماتش على يور افورت. يو جايز ار دوينج انبليفبل جوب الحقيقه. نشكرك. حضرتك بتقدمي برنامج جميل قوي والدكتور اللي معاكي دكتور محترم قوي واحنا بنشكرك كتير. مع ان الدنيا ساعه وكل حاجه والبرنامج لايف، فانا الحقيقه بستغل المناسبه دي اني بطلب ان كل الناس اللي بيتفرجوا على المحطه انهم يحاولوا يتبرعوا. انا عارف ان محطات كتير دلوقتي شغاله على التبرع وانتوا لا، بس الحقيقه ما ننساش قد ايه المحطه بتاعتنا دي بتقدم خدمه. المحطات الثانيه بس بيتبرعوا بس ما بيقدموش حاجه، انما الحقيقه محطتكم انتوا جميله جدا وانا بشجع الناس انها تتبرع عشان تفضل المحطه دي من ورانا كده. بنشكرك خالص. عندي سؤال بقى للدكتور. اتفضل. معلش يعني هو سؤال فاني بس هو قال كل اسباب الصداع بس في سبب صداع بقى الحقيقه انا مش عارف في علاجه ايه، لما تكون مراتي هي اللي بتسبب لي الصداع على طول اعمل لها ايه؟ دي ملهاش حل دي. ما انا قلت كده برضه. لا دي تسيبها في حالها عشان هي كمان ما يجيلهاش صداع. مش عارف الحقيقه دي هي بتتفرج معايا بس برضه
يعني دي يا ريت لو ليها علاج يقول لنا عليها، بس ربنا هو بقى اللي بيعالج حاجات. انا بقول لك انا لو هي قالت هيجي لها صداع اكتر، ما تخليناش ندخل في الموضوع ده. ربنا يخليكم لبعض وتضيعوا صداع بعض. سلام. بنشكرك على دعوتك لتعضيد قناة لوغس، لأن الأحباء كلهم بيستفادوا منها، وبرامجها كلها موجهة للفايدة مش للتبرعات أو لم وإحنتوا عارفين قناة لوغس تكاليفها تعتبر تلت أي قناة تانية، لأن كل اللي بيتبرعوا فيها واللي بيقدموا البرامج متبرعين بوقتهم، والتكاليف اللازمة خالص هي اللي لا نقدر أن نتفاداها، اللي هي زي الاشتراك بتاع الساتلايت والحاجات دي. فأنا أشكرك لأنك فكرت أحبائنا بأن لوغوس محتاجة صلواتهم وتدعيمهم. طيب يا دكتور، أرجو يعني حضرتك كلمتنا على نوعين من الصداع المهم خالص، المايجرين وصداع التوتر التنشن. وهل في صداع؟ في نوع صداع ما هوش very common بس very unique، يعني ايه له شكله لوحده يعني. يعني لما اوصفه الناس هتقول يا ده في ناس بيجي لها كده، اللي هو اسمه cluster headache. الكلاستر هيديكس دي as the name implies يعني بيجي في أوقات وبعدين يقعد فترة طويلة ما فيش صداع. ده almost always في الرجالة، يعني المايجرين بيبقى أكتر في الستات. ده نوع من البردو فاسكولر، له دعوة بالشرايين. بس تبص تلاقي الـ يعني الراجل مثلا يقعد سنة أو سنتين ما فيش صداع، وبعدين في نفس الميعاد مثلا يناير من كل سنة أو يناير كل سنتين تبص تلاقي بيجيله صداع. والصداع بيبقى strictly unilateral، يعني مش على الناحية مش على الناحيتين، و very severe pain. ودايما يجي في نفس الميعاد في كل يوم، تبص تلاقي مثلا يصحيه من النوم الساعة let's say 2:30 بالليل. تبص تلاقي كل يوم في نفس الميعاد الصداع يصحي، وممكن يحصل أكتر من مرة في اليوم. تبص تلاقي الصبح مثلا أو بالليل أو أثناء النوم، بس فترته بيبقى قليلة قوي، يعني بيقعد مثلا من 5 دقايق بس ممكن يقعد لحد ساعة أو ساعة ونص. بس مؤذي قوي يعني. وساعات يعني معاه بتبقى بيبقى فيه droopiness of the eye، بيبقى الجفن مقفله شويه، عين واحده وبيدمع، وناحيه واحده من المناخير برضو تبقى مرشحه، يعني يبقى فيه runny nose. وعلى عكس المايجرين، العيان اللي عنده مايجرين like I said بيبقى عايز يبقى in a quiet dark room. ده بيبقى agitated، بيبقى عصبي، مش مرتاح، عمال ماشي رايح جاي لحد ما الصداع يروح. This is a very specific type of we call it a vascular headache، بس هو الكلاستر يعني. يعني بيصيب ناس قليلة شوية كتير عن المايجرين، رجالة أكتر، بيجي لهم في نفس الوقت من كل سنة مثلا، وبيجي أكتر من مرة في اليوم، وبيبقى مؤذي قوي بس المدة قصيرة. بالزبط. ودول يروح يشوفوا النيورولوجيست علشان حالة يمكن الدكتور بتاعه نفسه ما يقدرش يفكر فيها لأنه ما بتحصلوش كتير. correct. طيب yeah. معنا أسئلة تانية. هلو هلو، أهلا بيك. أهلا وسهلا. متشكرين جدا يا دكتورة شهيرة على الحلقة الممتازة جدا دي. احنا بنشكركم، استفدنا منها كثيرا جدا جدا، تابعنا وهتلاقي فوائد كتيرة من الدكتور وسيم. والحقيقة الدكتور وسيم أضاف كتير جدا ورد على أسئلة كتيرة كانت تبقى دايما محيرانا بوضوح وبطريقة سلسة وجميلة، فبنشكره. وفي سؤال كده صغير يتكرر برضو الدكتور وسيم يجاوب عليه إذا سمح. تفضل. يعني في وقت طويل
اي واحد يديله شويه صداع في الاول يقولوا لا انت بس عينيك مزغلله، روح غير النظاره، انت بيجيلك امساك كتير، روح مش عارف عالج بطنك الاول، يعني يرجعوا الصداع لحاجات شائعه اتربينا عليها في مصر زمان. بس نسمع رايه في الحكايه دي ونكرر الشكر. شكرا. ده سؤال اكشولي ممتاز، لان في ناس كتير تيجي تقول انا بيجي لي صداع ورحت لدكتور العينين عشان اعمل نظاره عشان عينيا كانت مزغلله، او مثلا صداع رحت لدكتور الالرجي علشان افتكرت انها حاجه في الجو، او رحت للاير نوز اند ثروت، رحت للانف واذن وحنجره فاكر ان هو ساينسز. كل حاجات كتير من دي بتسبب المايجرين، يعني ذيز ار اولد ميثس. يعني برضو حاجه كتير قوي الواحد بيشوفها التي ام جي، التمبرومانديبولر جوينت، بيروحوا لدكتور السنان يفتكروا ان الجوينت هو اللي مسبب. انا مش بقول الحاجات دي مش بتسبب صداع، بس ممكن تكون تريجر لمايجرين. اوكي، يعني ممكن واحد بيعض على كده يجز يعني على هنا وهو يكون عنده استعداد للمايجرين، او انت قلت لنا ان كل الناس ممكن يتك على العصب فيبتدي الحلقه. كوركت. فانما حكايه زغلله العينين دي از ا فيري كومن يعني هي مش مظبوطه، لان ال محتمل تكون المنبه البلورينس الزغلله بتبقى من المايجرين، بس زي ما شرحت لنا المرحله الاولانيه في المايجرين فيزغلل وبعدين يجي له الصداع بعدها. بالظبط. طيب معانا مكالمات تانية، اللي معانا يتفضل. هلو هلو، اهلا بيك، اتفضلي. هلو، مساء الخير، ممكن اسال دكتور؟ وسامعك، اتفضلي حبيبتي. انا عندي صداع على طول صف الجهه اليمنى، وفي صوت براسي مثل اللي بيصافر. الو. ايوه سامعينك يا حبيبتي، بتقولي في صفاره؟ بجهه اليمنى كتير. وفي صفاره في ودانك؟ اي نعم. أوكي. ويوميا صداع، وهسه تقريبا شهر الوجع ضارب على عيني اليمنى. اوكي، كلش توجعني. وبتاخدي ايه يا حبيبتي؟ الدكتور ما عاطيني شيء، يقول اخذي مسكنات. والرقبه صفحه اليمنى هم كلها توجعني. طيب انت يمكن ذكرتي كم نوع؟ طب الصداع بتقولي عندك بقاله شهر كل يوم؟ هو كان يوجعني على طول، انا 30 سنه عندي صداع نصفي جهه اليمنى، كانوا يقولون عندك مايجرين. أيوة. بس مره خفت، بس هسه صارت كثير يعني. يعني بيوجعني هو يوميه. غالبا اللي حضرتك بتوصفيه ده اللي هو يعني انا شرحته، اللي هو اسمه كرونيك مايجرين. طالما عندك بقاله 30 سنة وبعد فترة طويلة من عدم علاجه غير بمسكنات بيبقى اللي بنسميه chronic daily headache. ف this is a very common scenario لحد ابتدى الصداع وهو صغير، وبعد 20-30 سنة الصداع بقى زايد خالص. فده يعني this is a very good indication for preventative treatment، يعني العلاج اللي هو بيمنع الصداع يبقى انسب علاج ان حضرتك تاخديه. كنت بالعراق، قال لي الدكتور يعني كملين 50 سنة ويروح الوحدة يعني. هقول لك حاجة حبيبتي، 63 سنة ومدى يروح. انا هقول لحضرتك حاجة، المايجرين بيحصل زي ما قال الدكتور في اخر الطفولة، وعادة بيقل حدوثه عند السيدات بعد سن 60-70، فده مش معناه ان انت تعيشي بيه. اذا كان هيقل في عدد المرات وفي الحدة، ده مش معناها ان انت ما احسن ترتاحيش منه. فالدكتور بيقول لك احنا ذكر نوعين من الادويه، اللي هي الادويه اللي كانت بتستعمل للاكتئاب زمان، واللي كانت بتستعمل وما زالت في التشنجات العصبيه، وذكر اسماء. فانت احسن حاجه روحي للدكتور بتاعك
وقولي له انا عايزه حاجه تمنع حدوث المايجرين، الصداع النصفي بتاعي ده، لان قالوا لي في نوعين من الادويه ممكن اخدهم كل يوم يريحني من الصداع ويحسن حياتي يعني. زي اذيني يعني، صار شهر عيني ده توجعني. فانت محتاجه لدواء يمنع حدوثه من الاول، تاخديه كل يوم. طيب نشكرك على سؤالك. شكرا دكتوره، شكرا، مع السلامه. سؤال كمان، هلو اللي معانا يتفضل بالسؤال. الدكتور وسيم سامعكوا على طول، فاتفضل بالسؤال. هلو هلو مساء الخير. اهلا بيكي. هي دكتوره انا عندي صداع نصفي من 5 سنين، انا سني 26 سنه. ايوه. وفي الاول ما كنتش باخد اي علاج، كنت باخد ادفول، وبعد كده رجع عندي برايمري كير دكتور، رحت له اديني اي سي تروبوميد 25 ملي جرام. 25 اسمه ايه الدواء؟ اي سي تروبوميد. اي سي تروباميد. I'm not sure. معلش ممكن تقولي يعني، قال لك ده ايه، تاخديه كل يوم ولا تاخديه لما يجي لك الصداع بس؟ لا، قال لي تاخديه كل يوم الصبح. فانا لما باخده انا بحس ان انا يعني بمفيش صداع وبنام، انا فعلا كنت ما بنامش حلو بالليل وكويس، فانا يعني ما اعرفش، ممكن خايف ان انا اتعود عليه. طب ممكن معلش هو اسمه ايه؟ تيجراتول. ممكن اقوله لك يا دكتوره؟ اتفضلي قولي. اي سي اي سي تي او بي لك بيتر بي. اوكي. اي ار اي ام اي تي اي اكتو بريما بريما نار اكتو مش عارف الدواء بي ار اي. طيب ده الاسم الكيماوي، مش ما عندك اسم تاني. طب المهم يعني اسالك، لما بتاخديه الصداع قل؟ هو بيقل، ويعني طيب. بنام يعني، ما كنتش بنام في الاول خالص. كويس. فانت احسن ما تاخديه الصبح، ممكن تاخديه بالليل ما دام بينيمك وما دام بيقلل الصداع، فتكملي عليه. هو اكيد ده الاسم بتاع شركه او حاجه من الادويه اللي بتمنع المايجرين، ما دام ريحك كملي عليه. ماليش اعراض جانبيه يا دكتوره ولا يعني اي حاجه؟ لا، هو الدكتور قال لك ان الادويه اللي بتمنع الصداع بتتاخد بكميه صغيره، والمضاعفات بتاعه الدواء ما تذكرش بالنسبه لمضاعفات والصداع، وانه يجي لك، وزي ما شرح انه ممكن حتى يسبب بعض التليفات في المخ. فخديه ما دام مريحك، خديه بالليل عشان تنامي زي ما بتقولي بينيم. ده حتى لو يعني منحت شويه، بطلت شويه 70 3 بعد ما العلبه تخلص، ابص الاقي الصداع جاني تاني. طيب يبقى كان بينفعك، وما دام حاجه نفعتك، اي اسئله عندك اساليها للدكتور بتاعك، لكن نصيحتي تكمليه. ماشي، شكرا خالص. العفو. سؤال كمان، هلو اللي معانا على الخط. هلو. ايوه اهلا بيكي. اي احنا سامعينك يا حبيبتي. ممكن اتفضلي. ايوه بصي حبيبتي، اطفي التلفزيون او ابعدي عنه خالص وطيه. طيب حاضر. انا شكرا للبرنامج الحلو ده. بس انا عايزه، عندي بيجيني المايجرين، ببقى زغلله، ما اقدرش اشوف زي ما قال الدكتور كده، نص الحاجه كده اللي اشوفها، والحاجه الثانيه غمام، وبتقعد معايا حوالي 10 دقائق. ايوه طبعا ما اقدرش اسوق، يعني على طول بجري على السرير واريح، غمض عينيا، وبعد شويه يجيني الصداع، ساعات يجي خفيف وساعات يجي تقيل. وسؤال حضرتك كده، ايه؟ هزيان في الجسم، معدتي تبقى مقلوبة، مصاريني، جسمي هزيان وضعف، حاسة ان انا يعني ويكنس كده، العضلات والعصب بتاعتي كلها ضعيفة. مش برافو عليك، انت شرحتي كل الاعراض مظبوطة زي الكتاب. فسؤال حضرتك للدكتور.
دلوقتي هل يعني زمان خالص كانت بتديني الحكاية دي، وكنت باخد الكافرجوت وبعدين بطلت اخد أدوية خالص، وبيجيلك كل فبقعد قد ايه؟ يومين جسمي هزلان. فده يعني هل في علاج للحكاية دي، ولا أسكت وأريح، يعني أقعد أريح كده لحد لما تعدي الدور؟ ساعات تيجي مرة ومرتين في اليوم، وساعات تقعد بالشهور ما تجيش، وساعات تيجي يعني more frequent like twice a week، وساعات تقعد بالسنين، مثلا مش سنين، شهور. فسؤال حضرتك، تاخدي دواء امتى؟ اخد دواء اروح لدكتور، ولا اخد دواء، ولا اسكت على كده يعني؟ شوفي حضرتك شوفي حضرتك، لو يعني الدواء اللي بيمنع الصداع الواحد بيقرر يستعمله او ما يستعملوش حسب الفريكونسي، بيجيلك الصداع قد ايه. فلو مثلا حضرتك بتجيلك 2-3 من دول في الشهر بس، in addition sometimes يجيلك common migraine، يجيلك مثلا 10 migraines في الشهر بس ما هماش يعني not as severe as, not as, strong, yeah. not as strong، then ممكن تاخدي preventative treatment. إنما لو هما بس 2-3 في الشهر وبقيت أيام بقيت الأيام you're totally headache free، فيبقى الواحد يستعمل الريسكيو ميديكيشن زي التريبتانز اللي اتكلمنا عليها. إنما الويك هو المعدة والمسارين والهزيان اللي بيجيني. Right. الهزيان ده the best treatment is to prevent it. اوكي. انما النوزيا اللي بتيجي بيبقى يعني في ادويه للنوزيا، لان النوزيا از فيري كومن مع الصداع. فلو لو حضرتك النوزيا دي يعني one of the main symptoms، في ادويه للنوزيا زي الزوفران بنديها لما تكون النوزيا that is a severe yes. يعني باختصار بيقولك حسب بيجيلك قد ايه، واذا كان بيجي في فترة معينة من السنة وانت حافظة، اما بيبتدي الادوار تيجي ممكن في الفترة دي بس تاخدي الدواء بتاع المناعة. مظبوط. واذا كان بيجيلك اكتر بقلبان المعدة بس الصداع، ممكن تاخدي تايلينول او ادفيل ويروح، يبقى ممكن تاخدي بدل ما تاخدي الدواء الاساسي بتاع المايجرين، ممكن تاخدي حاجه زي ما بيقول الدكتور تعالجي العرض بتاع المعده اللي هو الاستفراغ، او ان نفسك يعني نوزيا يعني. فانت هتوزني العمليه حسب الحاله، حسب احتياجك، وحسب احتمالك ليه قد ايه، وحسب ظروف حياتك قد ايه. يعني لو انت بتنزلي الشغل كل يوم برضو في الفترة دي لازم تحبي تمنعيه اكتر من لو انت في البيت وهتريحي ساعتين ويروح يعني. فناقشيها مع الدكتور. بس سؤالك حلو، لانك شرحتي كتير من الاعراض اللي الناس ممكن بقالي مدة عايشة عليه يعني. عشان كده شكرا. شكرا خالص، مرسي على سؤالك. اللي معانا هلو. 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 اهلا بيك، اتفضلي. هلو. سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي. مساء الخير، ربنا يعوضكم على الخدمه الجميله زي اللي انتم بتقدموها والمعلومات القيمه جدا. ميرسي جدا. حضرتك والدكتور وسيم. سؤال حضرتك؟ انا كنت في فتره الحمل في 6 شهور كده جالي زق في الودان ومعاه صداع، فقال لي بعد الولادة هيروح الزق دوت والصداع هيروح، لكن هو استمر بعد الولادة، يعني بقى لي 1.5 سنة دلوقتي والزق ده برضو موجود في الودن على طول ليل ونهار، والصداع يعني سفير هناك مش بيمشي خالص. ساعات بحس ان انا مش قادرة خلاص، مش قادرة حتى اتنفس، يعني عايزة اخش انام. طيب حضرتك بيجيلك على طول على طول يعني مستمر، ولا بيزيد قبل الدورة، او بيزيد لما كنت بتاخدي؟ هل بتاخدي حبوب منع حمل؟ لا. اوكي. الـ headaches during pregnancy is a very common occurrence علشان الاستروجينز، واللي حضرتك وصفتيه ده بيحصل في ستات كتير. ومش شرط ان الحمل يسبب الصداع او يعني يزوده او يقلله. في يعني ستات يبقى عندهم قابلية للصداع، وفي الحمل
الصداع يزيد وممكن في الحمل يقل، وممكن في حمل يعني نفس الست في الحمل يبقى الصداع زايد والحمل اللي بعده الصداع يروح. كونه استمر بعد الحمل ما يعني بعد ما ولدتي، معناه ان انت لسه يعني you had some tendency to migraine وال tendency is ongoing. يعني هو بس الحمل was a trigger برضو ان هو اظهره. انما كتير لو هو بقاله سنة ونص موجود، الحاجات دي بتعوز preventative treatment. والpreventative treatment مش شرط ان هو تستني عليه for a long time. يعني انا زي المكالمة الاولانية اللي خدناها، الست بتقول بقالي 30 سنة عندي صداع. لما حد بيجي لي كده ونبتدي على preventative treatment يقول لي طب انا هقعد على التريتمنت ده for the rest of my life، لو هو بقاله 30 سنة already probably هيستنى عليه for a long time. انا لو حد بس بقاله سنة ونص ممكن ياخد preventative treatment يقعد عليه كذا شهر والصداع لما يروح خالص، والنبض اللي في الودن ده برضو ممكن يكون نوع من انواع المايجرين فاريانتس لحد ما يروح خالص وبعدين نوقف ال تجرب يعني هتعمل ايه من غير رايت رايت. ف يوجوالي يعني استمراريه البريفنشن ات ديبندز مدتها ات ديبندز على قد ايه كان الصداع موجود من قبليها. طيب يعني باختصار هو عايزك تروحي للدكتور بتاعك وتقولي له اللي عندي دي حسب ما انا فهمت دي اعراض مايجرين، وقالوا لي حتى لو هو مضايقك شويه بس مستمر معاكي تقدري تعيشي من غيره، او احسن لك تعيشي من غيره طبعا، فتقولي له اديني ادويه من اللي بتمنع المايجرين، وهو هيعرف مجموعه الادويه دي او يوديكي للدكتور. النقطه الحلوه اللي انت بتقوليها ان بقاله سنه ونص، فده يبعد عنك احتمال يكون ورم، يكون حاجه تخافي منها يعني. انا عملت MRI على المخ وعلى النك، فالحمد لله ما كانش في حاجه. طيب المايجرين مش شرط يبان في MRI؟ لا المايجرين يعني MRI بنعملها في المايجرين to rule out other things، عشان يتاكد ان مفيش ورم، مفيش حاجه، مفيش حاجه، مفيش تيست يوري ان حد عنده مايجرين. اتس انا عملت MRI عشان اشوف اذا كان في حاجه وحشه يعني لا قدر الله. بالظبط هو ده بالظبط. بنشكرك على سؤالك اللي وضح لنا حاجات. ربنا يعوض. شكرا. مكالمات ثانيه. هلو هلو، اهلا بيكي، اتفضلي بسؤالك. حاضر، انا عندي بس سؤال للدكتور وشكرا جدا على البرنامج الجميل ده. لا عفوا حبيبتي. انا كان عندي صداع نسبي بقالي اكتر من 3 سنين، وبعدين لما رحت للدكاترة قالوا لي مش عارفين نوصل انت عندك كده من ايه، وبعدين شلت ضرس العقل. لما شلت ضرس العقل الصداع قل، يعني ما بيجيش دلوقتي غير قبل البريود بس. ايوه. وفي نفس الوقت عندي زنة في ودني، قالوا لي حاولي تعيشي بيها دي ملهاش علاج خالص، وعملت هيرينج تيست ما طلعش فيه اي حاجة خالص. بس ورا ودني كده في حاجة ناشفة شوية زي بالية كده، انا مش عارفه ده نيرف ولا لا. ال- ولا إيه الحاجه اللي بتبقى زي البليه اللي ورا الودن دي يوجوالي ليمف نود، ملهاش دعوه بالصداع. ده ليمفانيه. ليمفاويه ملهاش دعوه. انما الحقيقه الرنه اللي في الودن دي اللي في السمع it can be يعني one of the migraine variants و one of the toughest symptoms to go away. يعني الواحد ساعات مثلا يبقى العيان عنده variants من المايجرين زي الدوخة مثلا أو زغللة العينين أو الرينجينج in the ears. الرينجينج يعني in my experience is one of the toughest symptoms to get rid of. بس الواحد برضو بنفس العلاج كون بقى درس العقل كان له علاقة بيها ولا لا، يعني I cannot tell. This is not a common thing. محتمل كانت trigger. Yeah. Actually ده دخلنا على موضوع أنا كنت عايزة يعني أتكلم على أوجاع الرأس بالمرة، نكمل الترايجيمينال نيورالجيا. طيب. بس طب يعني أنا أسأل حضرتك، أنت سؤالك
تاخدي دواء يمنع، يعني انت عندك شويه صداع موجودين مظبوط؟ الصداع بيجي اه يعني بعد ما شلت ضرس العقل الصداع قل خالص، يعني بيجي في فترات معينه بس مش اه. والرينجنج كده الزنه دي طول اليوم طول الوقت، هو زي صوت هوا كده مش زنه آه. زي صوت هوا. قالوا لي حاجه اسمها تينيتس اور تينيتس. Tinnitus or tinnitus is not a diagnosis. The description, description the symptom. يعني the ringing in the ears is called tinnitus, but it doesn't tell us إيه سببها. يعني لما حد بيكون عنده عرض زي كده هو أول حاجة طبعا إنه لازم يشوف حد بتاع أنف وأذن وحنجرة علشان ميك شور إن ما فيش حاجة تانية مسببة كده. Yeah, أنا شفته وقال لي ما فيش أي حاجة، عملت هيرينج تيست وقال لي كله كويس ما فيش أي حاجة. هو ساعات بتحصل حاولي تعيشي بيها ملهاش عليك. ساعات بتحصل مش قادرة أعيش بيها. ساعات بتحصل إن حتى تعرض لصدن لصوت عالي فجأة مرة ويعمل له زي مشكلة وبتفضل الرينجينج ده. انا اعرف ناس كتير بيقولوا لهم عيشوا بيها، بس بتبقى ملهاش دعوه بصداع وملهاش دعوه باعراض تانيه. نفس حاجه ملهاش دعوه باعراض تانيه للمايجرين، يعني ممكن تبقى موجوده على طول لوحدها من غير وجع في الدماغ ومن غير نوزيا ومن غير عينيك تزغلل من غير اي اعراض تانيه للمايجرين. وملهاش اي علاقه بالحاجه اللي ورا ودني؟ لا، اللي ورا ودني دي غده لمفاويه قوي. زي واحد جاله يعني بتوجعني يعني لو بتوجعك يبقى محتمل فيها انفكشن، تبقى زي واحد عنده التهاب في اللوز من نفس عيله الغدد الليمفاويه زي اللوز، بحيث لو فيها التهاب ممكن يكون جرح في راسك او حاجه حوالين المنطقه دي والغده الليمفاويه لمت الميكروبات فيها فحصل لها التهاب، فدي بتتعالج بطريقه ثانيه ملهاش علاقه بالرينجينج ولا بالصداع بتاع المايجرين يعني. طب هم نصحوني ان انا اعمل ام ار اي، المفروض اعملها ولا انت مش رحتي لدكتور انف واذن؟ اه. هل هو طلب منك ام ار اي؟ لا لا، اللي نصحك دول اصحابك يعني. لا لا لا، الدكتور انا كنت باخد فيزيكال ثيرابي وهم كانوا قايلين لي ان الحاجه اللي ورا ودنك دي من عشان الماسلز عندك فيري تايت، بس بتاع الفيزيكال ثيرابي قال لي ما لهاش علاقه بالمصل. طب اقول لك بقى احسن حاجه، روحي للبرايمري كير بتاعك تاني اللي هو الدكتور الاساسي بتاعك اللي متعود تشوفيه وتوريه الغده الليمفاويه دي، لان العضلات ما لهاش دعوه بالغدد الليمفاويه. والحاجه الثانيه اذا كان عندك اي اعراض تانية تلزم ان هو يعمل لك الام ار اي، هو هيسالك على التفاصيل. مش شكرا، يعني بس موضوع التنايتس دي ملهاش عليك زي ما قالك الدكتور المتخصص في الانف والاذن. اذا كان لوحدها بس وحصلت مرة هو قالك انها اتعودي عليها بمعنى ملهاش علاج، بس في ناس كتير بتتعود عليها وما بتضايقهمش بعد فترة. مش شكرا جدا. العفو حبيبتي. شكرا جدا. نشكرك. احنا معانا اسئلة تانية. طيب ألو. ندخل على الترايجيمن. اهلا بيكي. على الهواء. اتفضلي بسؤالك يا حبيبتي. اوكي. انا عندي التهاب شديد في الجيوب الانفيه. ايوه. فده باستمرار عامل لي صداع على طول، يعني اكشلي كل يومين ثلاثه بيجيني صداع بسبب التهاب الجيوب الانفيه. يعني ده لما مين اللي شخصه معاكي يا حبيبتي؟ مين شخصه ان هو جيوب انفيه؟ الدكتور يعني اللي بتابع معاه، والموضوع ده عندي من صغري من وانا في ابتدائي كنت اشكي بصداع، قالوا لي جيوب انفيه عندك التهاب في شعيرات الجيوب الانفيه. طيب ولسه يعني بيروح ويجي ولا مستمر؟ المفروض الجيوب الانفيه بتخفي منها ويروح الصداع بتاعها لشهور لغايه ما يجي لك التهاب تاني. لا هو يعتبر مستمر معايا، يعني بيزيد كمان معايا في الشتاء وقت الجو الساقعة. انا في ولايه نيوجيرسي فبنبقى في جو ساقعة كتير او سنو او كده، ولما بتعرض برضو للدفع جامد ريحة الهيت برضو بتعمل لي صداع جامد جدا. فانا بس سؤالي، انا باخد على طول ايبوبروفين عشان يسكن معايا الصداع، لاني مش بقدر من الم الصداع مش بعرف اركز في البيت مع العيال الحاجات دي يعني. طيب الايبوبروفين ليه سايد افكت؟ يعني انا ممكن واحده استمر لمده اسبوع اخد كل يوم واحده. واحده كم ملي جرام؟ هو ممكن باخد 600 او 400. طيب
لا يعني واحدة 600 و400 ثلاث مرات في اليوم مش هيأثر حاجة، بس احنا عايزين نتكلم على الصداع بتاعك، فنشكرك لأنك فتحتي الساينس أو الجيوب الأنفية. تدينا فكرة يا دكتور، والترايجيمينال بالمرة. اوكي، الساينوسايتس او التهاب الجيوب الانفيه طبعا برضو بتعمل صداع، بس الصداع بتاعها بيبقى تحت العينين، بيبقى فيه تندرنس، وبيبقى دايما معاها اعراض بتاعت جيوب انفيه، راني نوز او بوست نيزل دريب او some sort of infection يعني، وبتروح وتيجي يعني، اللي عنده استعداد فيها برضو، ولما تروح تعمل يعني يبقى الصداع راح خالص، ولما ترجع يبقى الصداع مستمر for a long time يعني أسبوعين ثلاثة لحد ما الانفكشن تتعالج. وكتير الواحد بيشخص الحاجات دي على كات سكان أو ام ار اي، بتبين ان الجيوب الانفية ملتهبة، بيبقى في ميكوزال ثيكنينج، ودي علاجها مع بتاع الانف واذن. لو الانتي بايوتيك يعني كورس يعني بيجيب نتيجه فاين، اف نوت سام تايمز بيعملوا they do biopsy to see what type of organism it is، او انما it's a trigger برضو for the headache، بس it's a different type of headache. يعني الجيوب الأنفية بيبقى انتوا عارفين العظم بتاع الراس فيه فراغات حوالين العينين، اتنين هنا واتنين فوق واتنين هنا وفي شوية تانيين، المهم يعني حوالين العينين. فبيبتدي زي ما قال الدكتور بواحد يجيله دور برد الأول، فمناخيره تسيب، يعطس، يبقى عنده رشح، فبيبتدي بدور برد، وبعدين الميكروبات تدخل في الجيوب دي اللي هي حوالين العين، فراغات في العظمة بتاعت الجمجمة، ويا إما تعمل بس احتقان، يا إما بعد فترة يبقى في التهاب ميكروبي بكتيريا. فعادة بدل ما الإنسان كانت مناخيره سايبة أبيض أو رايق يعني شفاف، يبتدي يعطس ومع العطسة ينزل مخاط لونه أصفر أو أخضر، ويبقى بقى في ضغط حوالين العين، يعني الواحد يتك على خده عظمته توجعه، محتمل ناحية أكتر من ناحية لأن الجيوب الأنفية ناحيتين. ممكن مثلا يجي يتنفس من مناخيره يسد ناحية وياخد نفس يبقى سالك، يسد التانية وواحدة تبقى مسدودة خالص. فالجيوب الأنفية اللي هي الفراغات اللي في الجمجمة بتوصل على المناخير، فممكن الإنسان ما يكونش بينزل على طول، لكن لو عطس فجأة أو ينف يلاقي المخاط اللي جاي من الجيوب الأنفية واصل للمناخير. زي ما قال الدكتور بيحصل كمان طالما المناخير موصلة كمان على الزور، الواحد يحس إن في حاجات كده نازلة من مناخيره على زوره، ويقعد يكح كحة حد بيسلك حاجة واقفه له في زوره، أو يناموا بالليل مثلا والمخاط اللي هو اتحوش في المناخير ينزل على الزور ويكحوا أكتر وهم نايمين على ظهرهم. علاجها مختلف خالص عن علاج المايجرين لوحده. فدي مفروض مثلا دواء زي أوجمنتين بنستعمل مثلا أموكساسيلين، وإذا كان الإنسان خد على الأموكساسيلين بنقول الميكروب يمكن عنده مناعة، فبنستعمل حاجة زي الأوجمنتين اللي هو أموكساسيلين، وفي حاجة تانية بتدي له قوة معينة ضد الميكروبات اللي مش بتستجيب للأموكساسيلين العادي. بياخد لو الواحد عنده مزمن التهاب الساينس بنفضل ياخد أسبوعين على الأقل، وساعات دكاترة بتوع الأنف وأذن يقول لك لا أنت عندك الساينس دي كرونيك، لازم تاخد لك شهر أنتي بايوتيك علشان الغشاء المخاطي في جوه الجيوب الأنفية يكون نفسه تاني والمناعة بتاعته تزيد. بس العلاج هنا مختلف خالص، بياخد دواء يقلل الاحتقان عشان يقلل البريشر فبيريحه على طول، بياخد المضاد الحيوي بعد 3-4 أيام يحس إنه أحسن والوجع اللي في دماغه راح، ومختلف خالص عن الحاجة المستمرة بتاعة المايجرين.
فالأعراض زي ما قلنا بتبتدي كدور برد وبعدين تكمل بمايجرين، قصدي بصداع. ده مختلف عن المايجرين اللي هو حاجة زي ما شرحها الدكتور مش هنعيدها، بس هو فعلا الاتنين ممكن يدخلوا على بعض في الأعراض، لكن الطريقة بتاعتهم يبتدي ازاي وينتهي ازاي مختلفة خالص. فالساينس محدش مفروض يبقى عنده صداع من الجيوب الأنفية ويعيش بيه، لأن ده ممكن في أسبوعين يخف منه، وساعات بيدوا زي كورتيزون في المناخير يفتح الجيوب الأنفية بحيث ما تتسدد وتفضل مشكلة كرونيك. فيعني هما مختلفين بس ساعات بيختلطوا على الإنسان، لكن العلاج مختلف والأعراض مختلفة برضو، الدكتور لو دقق مع المريض هيقدر يوصل. طب تكلمنا على العصب الثالث والصداع بتاعه يا دكتور، وبعدين ناخد أسئلة تانية لأن لنا sure. لأن مرتبطين ببعض. الظاهر النهاردة هنخلص الصداع وجع الدماغ بس. العصب الخامس الترجمال نيرالجيا. هو العصب الخامس اللي هو الترجمال نيرف، هو العصب الأساسي بتاع الإحساس في الرأس. ففي يعني condition اسمها trigeminal neuralgia. عندك صورة ليها؟ عندي صورة ليها. نشوف السلايد نمرة 8. بتتسبب بأن blood vessel شريان ضاغط على العصب. دي صورة فين مكان؟ دي صورة جنب البرين ستام، يعني دي جوه المخ. اوكي، العصب هو طالع من المخ من ورا الرقبة. لا جوه المخ جنب جنب البرين ستام، يعني في اخر الفتحة بتاعت الجمجمة عند دخولها مع العمود الفقري. قرب البيس، يا قرب البيس جنب السباينال بس جوه الجمجمة يعني. كوركت، جوه الراس. فاللوب اوف ذا بلاد فيسل ده الأحمر ساعات يضغط على العصب. اوكي، ولما بيضغط العصب اللي هو الابيض ده اللي هو الابيض او الابيض مسفر. ايوه، اللي مزنوق جوه الحلقه بتاعت الشريان. لا اللي هو مكتوب عليه، اللي هو مكتوب في سهم عليه مكتوب عليه الترايجيمينال نيرف. اوكي، الرمادي ده. اوكي، فده لما الشريان ده بيضغط على العصب بيسبب وجع very severe pain برضو. الوجع بتاعه له characteristics انه زي الكهرباء. اولا بيبقى برضو في ناحيه واحده من الراس. وممكن ياخد، هو الترايجيمينال نيرف له 3 ديفيجنز، واحده رايحه الفورهيد للجبهه، والثانيه بين العين والبق، والثالثه تحت البق. فممكن ياخد 1 2 اور 3 ديفيجنز ان اني كومبينيشن حسب يعني. اني حته right. والوجع بيبقى زي الكهرباء ثواني وسيفير انف ان الواحد يوقف اللي بيعمله، يعني كان حد ماسك سلك كهرباء هوت واير يعني وبيلمس بيه طرف وشك، وبيبقى في حتت كتير that will trigger it. يعني تلمسي لما يكون واحد بيحلق مثلا، وهو لما يلمس حتة معينة الوجع يجي، الكهرباء دي تيجي. او لو بياكل مثلا على سنة معينة الوجع ده يبتدي. والوجع بيتكرر كتير، يعني ممكن الوجع ده يبقى لمدة ثواني ويروح ويجي، وساعات بتوين الكهرباء يبقى فيه وجع مستمر. احنا يعني جبنا سيرة الوجع ده لما حد قال ان درس العقل شالوه. كتير قوي من الوجع اللي من النوع ده العيان بيروح لدكتور السنان، الدكتور الواعي بيبقى عارف ان الوجع ده مش من وجع السنان، بس في عيانين بيروحوا لدكتور السنان ونص سنانه تتشال ولسه الوجع عنده. يعني هو دكتور السنان مثلا بيعمل اشعه وما يلاقيش ان في خروم في السنان ولا حاجه تسبب الوجع، فمفروض قبل ما يشيل السنان يبعتها لدكتور زي حضرتك. الوصف بتاع الوجع ده بتاع الترايجيمينال نيورالجيا از فيري
سبيسيفيك، يعني حكايه الكهرباء دي مش من وجع سنان عادي. ف قلنا الميكانيزم بتاعه، وده من اكتر الاوجاع الجامده في الطب كله. يعني في كده اوجاع معينه في الطب زي الوجع الكلوي او الترايجيمينال نيورالجيا، ده بيسموه سويسايدال بين، يعني ايه، بيخلي الواحد عايز ينتحر يعني من كتر الوجع. وعلاجه في كذا نوع علاج. في علاج بالادويه، ده يعني يوجوالي ذا فيرست ستيب، وبرضه بنستعمل ادويه سيميلر للادويه اللي بتستعمل في الصرع، لان ادويه الصرع ليها علاقه بالكهرباء اللي في المخ، ودي برضه ليها علاقه بالكهرباء اللي في العصب. فالدوايين الايفكتيف فيها الجابابنتين او النيورونتين والتاجريتول او الكاربوميزيبين. وفي علشان لو نشوف السلايد اللي بعد كده، السلايد نمرة 9، لو الأدوية مش بتجيب نتيجة، كانوا بيعملوا عملية عشان يبعد العصب عن الشريان. فدي كانت ميجر سيرجري على المخ. السبب ان انا بقول بالماضي كانت ان دلوقتي في، يعني الصوره اللي احنا شايفينها بيحطوا مش بين العصب وبين الشريان، فما يخليش الشريان يضرب على العصب. بس دي كانت عمليه على المخ، عمليه كبيره. دلوقتي لو شفنا السلايد اللي بعديه، في اللي هو نمره 10، في جاما نايف سيرجري، دي علاج بالأشعة. والأشعة بتبقى تارجتد بين العصب والشريان. فالأشعة بتنديوس إن يحصل سكار تيشيو، فتعمل شوية تليف، فتعمل عزل بين الشريان ودي ما بتحتاجش فتح لا يعني هو بس الواحد بيبقى لابس هيلمت ساعة علشان يثبت دماغه، وبعدين they zap الحتة. قد ايه متواجد الترايجيمينال نيورالجيا، العصب الخامس ده؟ بيجي عادة في الناس الكبار في السن، لان يعني في سن 50 او اكتر. مختلف شوية عن المايجرين، بيجي عادة المايجرين عادة في الصغيرين، بس ممكن يستمر لحد السن الكبيرة. انما it's not very common، ما هوش منتشر قوي. بس طبعا العيان اللي بيجيله ما بيروحش غير لما يبقى يتعالج، يعني الوجع بيبقى شديد قوي، ما يقدرش ياخد له اسبرينة ويروح ينام. يعني ده وجع ما يقدرش يشتغل بيه، ما يقدرش يعمل بيه اي حاجه. وبتقول لنا زي الكهرباء، يعني حاجه بالظبط زي ما اعرفش مين، يعني الكهرب حاجه بسيطه يعرف ان الوجع بيبقى مش محتمل، لكن ليه علاج يا اما بالادويه يا اما يشوفوا دكتور متخصص في الاعصاب. بالزبط. طيب معنا أسئلة تانية، معلش ناخدهم يا دكتور قبل ما ندخل على موضوع تاني إذا سمح الوقت. هلو، اللي معنا يتفضل. هلو، معنا مكالمات. هلو، أهلا بيك، اتفضلي بسؤالك يا حبيبتي. أهلا يا دكتورة، أولا شكرين قوي قوي على البرنامج الجميل ده وللدكتور حقيقي. وعندي ثلاث أسئلة، ممكن أسألهم؟ اتفضلي. اوكي، سؤالي الاولاني، قوليهم ورا بعضهم وبعدين هنجاوب عليهم. اوكي، السؤال الاولاني الدكتور منشند ان اللي بيجيله صداع نصفي بيعمل اسكار في المخ، ودي كانت النقطه البيضاء اللي في الرسمه. سؤالي هاو ماتش ات كود، لو ده بيجي من صداع نصفي بيبقى لمده طويله، فايه الاضرار لما تكتر الاسكار دي في المخ؟ اوكي، ده سؤالي الاولاني. السؤال الثاني، ايه هو علاقة الصداع النصفي بالضغط؟ هل هو ممكن بينكريز الضغط ولا لا؟ يعني ساعات بيجيني انا بيجيني صداع نصفي، ولا ساعات لما بقيس ضغطي بقيس ان ضغطي عالي، النبض عندي بيوصل ل 101. سؤال حلو خالص، وممكن يوصل 117. بس انت ما عندكيش ضغط؟ نو، انا ما عنديش ضغط، بس ضغطك بيعلى لما يجي لك الصداع.
اكزاكتلي اتفضل. بس مش في كل الاوقات. سؤالي الثالث، هل الصداع النصفي ده وراثه؟ لان احنا ماشي في الفاميلي كلها، وابني بيبقى ساعات من وهو عنده 8 سنين او 7 سنين كان بدا يجي له الصداع، بس فيه هو قل شويه، هو دلوقتي 13 but he from time to time he gets it. So هل هو له علاقه بالوراثه، او هل علاج الصداع النصفي اللي جاي من اصلا الوراثه ومختلف عن علاج الصداع النصفي الجنرال بيجي؟ نشكرك يا حبيبي. طب نشكرك، اتفضل. الاسئله كلها كويسه الحقيقه. ابتدي بالسؤال الثالث، اذا كان وراثه ولا لا. هي الوراثه يعني العلاج هيبقى ذا سيم، بس الوراثه يو اوريدي هاف ذا جينيتك سسبتابيليتي، يعني اوريدي ابنك مثلا عنده استعداد. فطالما انت عارفه انك عندك مايجرين وابنك ابتدى، فما تستنيش عليه ان هو يزيد قوي قبل ما تعالجي، لان اوريدي عارفه انه عنده استعداد ودي هتزيد بالوقت. فالجينيتك تندنسي دي بتبقى موجوده. السؤال الثاني على البلاد بريشر، البلاد بريشر العالي ممكن يندوس افاسكولار هيديك. يعني مثلا المايجرين ممكن يجي during strenuous exercise. اي حاجه تزود الضغط قوي ممكن تندوس المايجرين. بس في نفس الوقت العكس كمان ممكن، لما اي حاجه بتوجع مش شرط مايجرين بتندوس ا رياكشن of stress in the body، وده ممكن يرفع الضغط شوية، بس مش شرط انه يرفعه قوي. السؤال الثالث بتاع الـ MRI، يعني الحتة اللي احنا شفناها النقط الصغيرة دي، these are يعني بنسميها gliosis اللي هي type of scar tissue، ويعني هي يعني of course there is، يعني لو مش موجودة يبقى أحسن، بس هي مش بتسبب يعني واحدة أو اتنين أو تلاتة مش بتسبب أعراض، بس هي بتقول لنا إن already العيان ده عنده صداع جامد، وإن الواحد ما يسكتش عليه، لأن لو الواحد سكت عليه يعني احنا ما اتكلمناش على الحكاية دي. Sometimes المايجرين with aura If the spasm in the blood vessel is long enough or severe enough ممكن يسبب stroke. يعني لو التقلص في الشريان جامد قوي، او التقلص قعد فتره طويله قوي، ممكن يعمل stroke. او حتى It's بعد كده الدايلاتيشن نفسها، يعني الدايلاتيشن مش هتعمل stroke، بس ال يعني this is not a common thing. انقطاع الدم نتيجة ال right. I didn't يعني الستروك زي ما هنتكلم in a minute بيبقى عادة من انقطاع الدم من جلطة، انما ممكن انقطاع الدم يكون من spasm. الشريان اتقفل فما وصلش دم. Exactly. فالواحد يعني especially المايجرين with aura الواحد ما يطنش على العلاج بتاعها، يعني لازم لو بيشوف حاجة بتقول له ان انا هيجيلي الصداع. اوكي طيب نشكرك على اسئلتك. ناخد سؤال كمان. هلو اللي معنا يتفضل. ايوه اهلا بيكي. بخير. اولا انا عايز اقول لكم اولا بشكركم جدا على برنامج ده كولاتيف ده، وربنا يبارككم. مرسي. اولا انا من مدة الحياة بيضت حوالي 3 سنين بيجيله صداع فظيع يا دكتور بطريقة لا تحتمل. يعني أنا حاجة زي ما تكون بتسحبني مش هقدر أوصف لكم إزاي. يعني أبقى نايمة في أمان الله ومرة واحدة تيجي الحالة بشدة، ويعني حاجة كده بتشد مني وألم ساعات مثلا يطول لخمسة. يعني بتجيلك وحضرتك نايمة، مش ضروري تكوني بتشوفي حاجة أو بتبذلي مجهود، وتجي الحالة دي دفتمان كده مرة واحدة، وبعدين تقوم تسحب مره واحده اكن حد مش بيشدني. طيب بتقعد قد ايه حبيبتي؟ وبتيجي في اني ناحيه ولا في الناحيتين؟ الناحيتين يا دكتوره. وبتقعد قد ايه؟ نعم بتقعد قد ايه معاكي؟ 5 دقايق وبعد كده بتطول بقى، دلوقتي بقت 10 دقايق كده اهوت. وبعدين مش عارفين ده من ايه، فانا بعدين كمان في الم في وداني، فانا قلت يمكن ده من ودان، فكشفت على دكتور بتاع قصاي ودان قالوا لا ده من السنان لازم تركبي دانجن. فما ركبت ده هو الطقم ده
صداع قال له ايوه، لكن بيرجع يجي تاني حتى لو انا موجوده برضه بيروح وقت على وبتاخدي فترات. ايه عشان يضيعه يا مدام؟ نعم بتاخدي ايه ادويه عشان ترتاحي منه؟ صدقيني وحياتك قلت له ما باخدش حاجه، ساعات باخد تايلانول لكن بيشتغل بيشتغل التايلينول؟ لا مش قوي. طيب وسؤال حضرتك ايه؟ السؤال عايز اعرف من ايه الصداع ده يعني؟ طيب. هل ده من كمان بيجي لي الم مره واحده وانا نايمه من رجلي؟ طب الدكتوره يسالك شويه يعني اسئله حبيبتي. حضرتك بتقولي بيجي لك على الناحيتين، بيجي على الناحيتين في نفس الوقت ولا ناحيه وبعدين ممكن تاني ناحيه تانيه؟ لا في نفس الوقت، في نفس الوقت الناحيتين. اه بس بتألم يا دكتور قوي قوي. وبيقعد 5 دقايق وخلاص وبعدين يروح بعديها؟ بيرجع تاني. اه بيجي عايز 5 انصاب لي كده يعني، تلاقيني في امان الله ابص الالم ده جه تاني، ببقى لدرجه بمسك اشارب واربط دماغي خالص، مش قادره اتحمله يعني، بصرخ لازم في جماعه لا طب نبعد نجيب الامبولانس من هو يروح. هو في كونديشن اسمها باروكسيزمال هيميكرينيا، بتيجي في الستات شبه الكلاستر هيديك اللي قلنا عليه في الرجاله، وبرده الصداع بيقعد دقايق قليله قوي ويجي كذا مره في اليوم. ويعني الانواع كتير من الصداع، التشخيص بيعتمد على ان احنا نرول اوت اذر ثينجز، طالما يعني ما فيش حاجه في السنان وما فيش حاجه في الساينسز وكده. انما this type of headache ساعات بيرسبوند لاندوسين او اندوميثاسين. ولما يرسبوند ليها بيبقى اتس ا دايجنوستيك يعني ان هو يا فجربي الدواء ده، بس ميك شور ان كمان تكوني عملتي سام سورت اوف اشعه، ميك شور ان ما فيش حاجه ثانيه. هو دكتور فعلا عمل لي ام ار اي عشان يطمئن ولقى ما فيش حاجه في المخ يعني. اوكي طيب يعني باختصار الدكتور بيقول لك في حاجه كده زي الكهرباء اللي بتحصل في اكتر في الرجاله بتيجي برضو، والعلاج بتاعه علاج مخصوص لدرجه بيستعملوه كجزء من التشخيص، لانك لما بتستجيبي ليه بيقولوا اه يبقى هي دي الحاله. فالدواء اسمه اندوسين، اللي كان في مصر اسمه اندوسيد. ده دواء اكتبيه، علشان ده دواء كان بيستعمل في الروماتيزم ساعات وفي الالتهابات، بس قديم يعني فما بيستعملوهوش كتير الايام دي في حاجات تانية. بس اللاريكا مثلا عشان انجي عندي اثرايتس جامده والتهابات، هل اللاريكا كويس؟ الليريكا اللي هو الانتي ارثرايتس ده حاجه تانية خالص. لا الليريكا بتاخدي الليريكا فور الليريكا مش فور ارثرايتس، التهابات الاعصاب. التهابات الاعصاب فظيعه بقى دي، بتجيلي يا دكتور لا تتصور، بتتكور كور كده وتبقى زي كوره. وافتكرت ان دي مثلا جلطه ورحت المستشفى قالوا لي لا ده انت عندك فعلا جلطه ودوني حقنه. طب اقول لحضرتك بص حضرتك يمكن من الادويه دي انا مش عارفه يعني، باخد كتير ادويه انا. طب هقول لحضرتك حاجه. ايوه سيبي نمرتك في الكنترول وهنتصل بيك ندردش شويه، يا انا يا اما الدكتور وسيم اذا سمح وقتك. شور. علشان الظاهر انت عندك حاجات كتيرة يعني متشعبة في بعض، بس يعني باختصار رد على سؤالك بتاع الصداع اللي بيجي ويروح ده. أيوة. الدواء اسمه اندوسين. اندوسين. INDOCINE. يعني طب دلوقتي يا دكتورة انا باخد ادوية كتير قوي. ما الدكتور حي. الادوية اللي باخدها. لا بص يا حبيبتي علشان نقدر يعني ما نكلفتكيش، سيبي نمرتك ونتصل بيكي. اشكرك جدا. العفو حبيبتي. طيب اندوسين ده متوفر، انا بتكلم من كندا، هل ده متوفر عندنا يا دكتوره؟ اه موجود بس كله بروشيتا مش اوفر ذا كاونتر يعني. اوكي اندوسين اندوسين بالاي اندوسين. طب انا سيبت تليفوني في ال طب اسالي الدكتور بتاعك عليه. أوكي. يعني حتى لو شبهتي الاسم هو يعرف ده ايه. طب نشكرك. سؤال انا هسيب تليفوني في الكنترول روم. اوكي سؤال كمان. هلو الو مساء الخير. اهلا بيكي. الحقيقه انا عندي سؤالين. انا معلش اتفضلي ما حضرتش الحلقه من الاول. معلش ممكن حاجه في الاسئله تكونوا اوريدي انتوا ذكرتوها في بدايه الحلقه. اتفضلي. بيجيني صداع بقاله سنين طويله، يمكن اكتر من 8 سنين دلوقتي، بس هو مقترن دايما بالدوره يعني، دايما يجي مع الدوره وبعدين بيجي ما بيجيش، ما هوش نصفي، هو يعني صداع في الراس كلها. مظبوط كلامك، هيجاوبك. والسؤال الثاني
انا بس عايزه اكمل معلش اسمحي لي بقيه الاعراض، انه بيجي مقترن جامد باحتقان شديد في الجيوب الانفيه، بيأثر على عينيا، بيعمل لي فوتو سنسيتيفيتي جامده، وبرده بيبقى دايما معاه نوزيا شديده، يعني حتى بتمنعني ان انا اقدر اخد اي ادويه لما بيجيني. النقطه بس ده يعني ده عايز اعرف هل ده مايجرين ولا وات كايند اوف هيديك؟ هيجاوبك الدكتور، ولما تسمعي الاعاده بتاعه البرنامج هيجيلك بالظبط. انت بتوصفي حاجه هو اتكلم عليها قبل كده، بس اتفضلي بسؤالك الثاني وهيجاوبك. ثاني بس العلاج، يعني ايه ممكن اللي اخده له فقط؟ اتفضلي. اوكي متشكره خالص. بس كده؟ طب اتفضلي. زي ما قلنا قبل كده، المايجرين مش شرط ان هو يبقى على ناحيه واحده. المايجرين اللي بيجي around the time of the period ده بيبقى هرمونال تريجرد، وممكن يبقى على الناحيتين. و يعني اللي بتوصفيه ده is a very typical description of a migraine. وعلاجه زي ما اتكلمنا قبل كده it could be rescue medication لو ما هوش frequent، لو 3-4 ايام في الشهر ممكن تاخدي نوع من التريبتانز for that period of the month، او لو في مع بقيه الشهر في صداع تاني ممكن تاخدي preventative treatment زي اتكلمنا قبل كده برضه. طيب بنشكرك. سؤال كمان. هلو. هلو، اهلا بيك، اتفضلي. ممكن سؤال؟ اتفضلي سامعينك. انا العصب السادس بتاع العين حصل له نتيجه واحد ماسك مسدس هواء يعني سلطه على العين، فالعين اتحولت، فبكده عامله لي زغلله جامده. ايوه اتفضل دكتور. العصب السادس بتقولي؟ فقالوا لي في الدكتور قال لي العصب السادس اتصاب. هل دي تخف بسهوله؟ قال لي ما لهاش علاج غير اداني قطره 4 مرات في اليوم. لا، العصب السادس يعني اللي هو بيحرك العين لبره، فلو العصب السادس متعور فالعين ما تقدرش تطلع لبره، فالواحد بيشوف. لا، هي ما طلعتش بره، هي تحولت من مكانها زي الحول. ايوه راحت ناحيه القرنيه. ايوه، فدلوقتي لما بتفتحي عينيك الاثنين بتبقي شايفه اثنين بدل واحد؟ انا شايفه ايوه، بشوف الحاجه اثنين وزغلله جامده. لازم هم ادوني ان انا غطي عيني واشوف بالعين السليمه، قالوا لي لمده 3 شهور. هل هتخف بعد ال3 شهور ولا حسب يعني العصب؟ هل مثلا الانجري دي يعني كانت جامده ولا لا؟ لان لو العصب اتقطع خالص يبقى ما مش هيتحسن. لا، هي العين سليمة والنظر فيها كويس خالص لما كشفوا عليها. مظبوط. بس ان انا بشوف الحاجة اثنين. مظبوط. ايوه. العصب اللي بتتكلمي عليه ده مش للنظر، ده لتحريك العين. هو اللي بيحرك العين. فلو العصب ده اتقطع والعين مش قادرة تتحرك، فيبقى الواحد هيشوف اثنين بالعينتين مفتوحين. ايوه. هي ده. انا عنده السكر، اصل انا عنده السكر والكوليسترول، بيقولوا لي طول ما هو السكر بيبقى عالي مش هتخف. اوكي. السكر العالي ممكن يكون هو سبب العصب اللي متصاب ده، ولو هو من السكر بيتحسن من نفسه، بيقعد كذا شهر ويتحسن من نفسه. لو من السكر وده احتمال كبير، لان ده اكتر سبب يعني the most common ان هو يعمل الحكايه دي، ان هو يكون السكر بنسميها diabetic mononeuropathy، يعني السكر عامل يعني مأثر على العصب ده بتاع العين، وبعدين العصب بيتحسن من نفسه. من نفسه. طيب انا السكر لي 20 سنه مصاحبني، هي بعد موضوع المسدس الهواء ده حصل لي كده. فانا مش قادر اقول ان هو من مسدس الهواء. بس السكر ممكن يكون مسبب حاجه زي كده. طب السكر يتبع الشريان برضه؟ بقول لحضرتك العصب السادس اذا قال لك في انجري
بيحرك العين ملوش دعوة بالنني بيوسع ويضيق، فعشان كده ملوش قطرات تنفع، ده في العضلات. فانت دكتور العيون اللي شافك اذا كان في حاجة في العصب السادس فهو هيضطر يعمل حاجة في عضلات العين يعوض الفرق ده. فمعلش انت احسن حاجة تروحي لدكتور عيون مش دكتور يديكي قطرة وبس، علشان انت عندك كمان السكر، لازم دكتور العيون يشوف قاع العين بتاعك عشان السكر. نشكرك على سؤالك. طب حبيبتي اللي معانا سؤال كمان. Hello. اهلا بيك، اتفضل. Hi, I have a question for Dr. Ibrahim. Lately I've been having headaches around one of my eyes, either the left or the right. It's on the top of the eye. And whenever I take Excedrin, it goes away. I was wondering if this was a migraine. I know most likely it's a migraine, but is there an underlying medical condition behind this or what? It can very well be a migraine. Migraine, like I said in the beginning, is very much periorbital. That's a very common area, and it's unilateral. And you have to make sure that you don't have any eye pathology. If it's only the eye, sometimes glaucoma will present with pain in the eye. No, I don't have glaucoma, or I don't have any eye pathologies. Okay, you checked. Yeah. I checked. So very frequently it can be a type of migraine. So other than Excedrin, is there anything I can do? How often is your how often does it happen? Yani, I would say, مثلا, 2 or 3 times a week. Yeah, if it's frequent enough that and it lasts many hours. As soon as I take Excedrin and some caffeinated drink, it goes away. Okay. So, like I mentioned before, initially these rescue medications will be effective. However, when they become less effective, or if the headaches are more, or the pain is more frequent, then you want to start a preventative treatment. You can also try a triptan, زي السوماتريبتان أو الزوميك, the ones that we talked about earlier, still as a rescue medication. Would you suggest that I take topiramate or topamax? Topamax is one of the preventative medicines, and you can and we use it all the time to prevent migraines. So that would be an option, definitely. I see. Okay. And all right. Thank you so much. Do you have any other questions? Because you sound. Hello. I think that's all, Yanni. Because anytime I take Excedrin, it goes away, and sometimes it comes when I don't eat, and as soon as I eat, it's still there. And then when I take Excedrin and coffee, for instance, it goes away. Yes, and we mentioned this earlier, that the hypoglycemia can be a trigger for the headache. And right. If you wait too long to correct the hypoglycemia, the headache already started, and even after you correct it, the headache will continue. I see. So. All right. نشكرك. سؤال كمان. Thank you. Hello. Hi. Go ahead. Okay, I have a question. Me and my brother get headaches every day for no reason. Like sometimes we'll wake up with a headache, and sometimes it'll come in the middle of the day out of nowhere. Do you know why that happens? How old are you, pretty? I'm 16 and he's 13. And the mommy doesn't have headache? No, my mom. That happens to her too. She does too. Does your mama also complain of headache? Yeah. Oh, okay. What does she take for it? She takes ibuprofen. What was her diagnosis? What did the doctor tell her? What does she have? They didn't tell her anything. He just gives her ibuprofen. Okay. Do you want to comment, doctor? Yeah, Yanni, very frequently when there is a strong family history like that, you and a brother and your mother, the most common would be a migraine, because that's the one that runs in families. And it's very common to start in teenage girls,
like yourself. And again, the treatment depends on the frequency. So you can, we usually will start with rescue medications like ibuprofen, but you can also have a preventative treatment if the headaches are very frequent. So is it just generic? Genetic, yes. Oh, okay. Yes. And so in girls, as you just heard, it usually gets worse and get more often during the menstrual period or right before you start your menstruation. Like certain period of the month around your menstruation, you may have it worse. That will confirm more like the migraine headache. Okay. Okay, and depending, in summary, if it happens often and you take something simple and it goes away, you may continue on that. But if it starts not to respond to the Tylenol and all Aleve or Motrin, and it's coming more often and takes longer time to go away, at your age, it's advisable to use a preventive medicine, which you will take every day so you don't have those headaches, so you can perform with your life. Okay, thank you. Okay, pretty. Bye. We have one more question. وبعدين المخرج هيدينا نص ساعة نتكلم عن الستروك علشان حضرتك هنا. اوكي. طيب السؤال الأخير. هلو. هلو. أهلا بيك، اتفضل. أنا جالي ستروك من 11 سنة، وده سبب لي سيجر. الغريب في السيجر ديت إن هي بتجيني بالليل بس وأنا نايم وما بحسش بيها. مراتي اللي بتقول لي بتحصل لي بس لمدة دقيقة واحدة، وانا باخد ادويه، باخد جبابانتن 1200 ملي جرام، وباخد لمرتوجين الصبح 125 ملي جرام، وبالليل باخد 275 ملي جرام. ومع هذا لسه بيجيني السيشر ده لمده دقيقه واحده ورعشه بسيطه، وما بحسش بيها غير وانا نايم، وما بحسش بيها خالص. ومراتي هي اللي بتقول لي انت جالك الرعشه دي. انا مش عارف اعمل ايه. طيب. مثلا مره كل 3 شهور، مره كل شهر، مش عارف ايه حلها دي. اوكي. الحقيقه حضرتك فتحت مواضيع كتير نتكلم فيها. مش كل انواع الستروك بتسبب سيجرز. يعني في ستروك مش ممكن يسبب سيجر، وفي نوع ستروكس ممكن تسبب سيجرز بعدين. السيجرز اللي بتحصل بالليل مش شرط دايما انها تكون سيجرز، يعني هي يمكن تكون رعشة. في movement disorders كتير بتحصل بالليل. في حاجة اسمها periodic leg movements of sleep، وعادة زي ما حضرتك بتقول العيان ما يحسش بيها، السباوس هو اللي يحس بيها. فهو يعني زي رجله تتهز 3-4-5 مرات. Exactly. الرجل تتهز جامد وتبقى very brief لمدة دقيقة أو أقل. إنما كونك بتاخد جابابنتين ولا موتريجين، يعني عادة الواحد جابابنتين can be used as a seizure medicine بس it's not a strong seizure medication. عملت اي اي جي، عملت برين ويف تيست، بين ان في سيجر. بين ان في سيجر اكتيفيتي. لا ما بينش ان في سيجر اكتيفيتي. بس الدكتوره بتاعتي بتقول لي ممكن يكون بسبب سليب ابنيا، هي اللي بتعمل لي كده، بتقلل دخول الاكسجين للبرين، ودي بتعمل حكايه. انا مش عارف صح ولا لا. يعني الحاجة اللي توضح الموضوع ده انك تعمل sleep study. السليب study هيبين اذا كان عندك sleep apnea ولا لا، وهيبين ال periodic leg movements of sleep، ولو في seizures بتحصل بالليل برضو هتبينها. ف I would recommend انك تعمل sleep study يعني in one of the sleep centers. هو الحقيقة السليب study مهمة اكتر، يعني ما افتكرش الهزة بالليل دي مشكلة، يعني هي أكتر مشكلة ممكن تكون لو فعلا بيحصل لك sleep apnea وانت مش بتعالجها، لأن دي ممكن تأثر على حاجات كتيرة مهمة إنها تتعالج. ف
يعني النصيحة بتاعت الدكتور تعمل السليب ستادي علشان السليب ابنيا دي اهم من ان انت تعالج الهزة بتاعت بالليل. مظبوط. اوكي مظبوط. طيب بنشكرك على سؤالك. عندك ضغط وسكر؟ هل وزنك تقيل؟ لا لا ابدا لا ابدا، حوالي بالضبط كان 180 ملي جرام 180 باوند. ما يعتمد على طولك. لكن هي المدام مفروض لو بيجي لك سليب ابنيا هتلاحظها. عادة الإنسان بيشخر وبيقطع النفس في وسط التشخير وبعدين يلحق نفسه بسرعة كده عشان يتنفس. يعني إذا كانت بتلاحظ حركة جسمك هي ممكن تقول لك هل فيه دي يعني وقف التنفس ده ولا لأ. بس يعني بالمرة ما دام عندك سكر وضغط وجالك كده تعمل الاستادي بتاعت السليب أبنيا، هتبقى حاجة فايدة لو تقدر تعمل عليها اي او تاخد الجهاز او تعمل حاجه ليها. اوكي انا عندي الجهاز وعندي كل حاجه بس انا عندك الجهاز بتاع السليب ابنيا؟ عندي. اوكي يعني هو عمل الاستادي اي سنورنج وانا نايم خالص. لكن الرعشه بتاعت الجسم دي مش هتضره في حاجه يعني. لا unless it's a seizure يعني لو هي سيجر. اصل السيجرز اللي بتحصل بعد الستروك مش شرط انها تحصل بالليل بس. That's why انا يعني suspicious انها ممكن تكون حاجة مش سيجر. طيب في سؤال قبل ما ندخل على الستروك نجابه. ألم في نص الراس من ورا وممكن بالمرة فوق الرقبة بالضبط يعني في قاع الجمجمة من ورا، وممكن تقول لنا علاقة الصداع بالضغط لو سمحت قبل ما نسيبه وبعدين ندخل على الستروك. اوكي الالم اللي في ورا في الراس احنا في حاجة ما اتكلمناش عليها بس ما هياش كومن. انا حاولت اركز على الحاجات اللي هي كتير. في حاجة اسمها occipital neuralgia. occipital neuralgia ما هياش زي الترايجيمينال نيورالجيا بس ده برضه ده بيبقى عصب ورا في الجمجمة والصداع بيجي وبيبقى طالع على الراس من ورا. ويبقى عند الجنكشن اوف ذا هيد اند نيك يعني عند خط الشعر تقريبا عند خط الشعر. وعلاجه ايه ده؟ علاجه ان يعني sometimes it responds to nerve block. injection حقنة تهبط العصب شوية kind of calm down لو في inflammation. طيب الضغط والصداع، الضغط العالي قوي ممكن يسبب صداع بس في يعني في ناس كتير تقول لك انا حاسس ان ضغط عالي علشان عندي صداع. مش شرط ان الضغط يعني مثلا واحد ضغطه 150 على 90 او 160 على 100 ده ضغط عالي وعايز يتعالج بس مش شرط ان هو يسبب صداع. يعني في امريكا زمان كانوا بيسموا او لحد الوقت بيسموا الضغط ذا سايلنت كيلر لان هو بيسبب مشاكل كتير من غير وجع. يعني من غير وجع يعني اللي عنده ضغط مش كل ما يجيله صداع يقول ده ضغطي عالي. بالظبط. وكمان اللي ضغطه عالي ما يستناش لما يجيله صداع لانه ممكن يعلى قوي وما يجيش صداع ويعمل مشاكل من اللي هنتكلم عليها في الستروك. في الستروك. طيب قدامنا بتاع تلت ساعة نغطي الستروك يا دكتور. طيب طولنا معلش. لا ده ماي بليجر. طب ناخد السلايد نمرة 11. الستروك ملهاش كلمة بالعربي شاملة، هي ممكن تكون جلطة في المخ أو نزيف في المخ. فبالإنجليزي الاثنين combined with one in one thing اللي هي الستروك. فزي ما شايفين على السلايد السيركل اللي فوق فيها شريان وعاء دموي ومقفول بجلطة. الجلطة يعني الحتة الصفرة اللي في الوعاء ده كوليسترول متراكم وعمل ضيق في الشريان وبعدين اتكونت عليه جلطة. السيركل اللي تحت اللي هو النوع التاني من الستروك اللي هو هيموراجيك ستروك
الجدار بتاع الشريان انفجر وحصل نزيف. لو نشوف السلايد اللي بعديه، انواع الستروك، الاسكيميك ستروك اللي هي من نقص في البلد نوعين، نوع امبوليك يعني الجلطة تتكون في مكان وتمشي تروح في مكان تاني، فممكن تتكون في القلب لو واحد عنده عدم انتظام في ضربات القلب وتطلع للمخ، او ممكن تتكون في شريان كبير وبعدين تدسلوج وتروح لشريان صغير. فالجلطات اللي زي كده بتسبب ستروكس صغيره، ودي بتبقى اسكيميك ستروكس. طب نشوف السلايد اللي بعدين. دي يعني دي كات سكان، أشعة مقطعية مبينة ستروك اللي هو الحتة الغامقة في الناحية في يعني في التو ايمجز. دي غالبا بتبقى امبوليك اللي هي على شمال الصورة، اللي هي على شمال الصورة في الناحية الشمال، مثلث الرمادي زيادة بالظبط تحت الخط الأبيض بالظبط. اوكي لو نشوف السلايد اللي بعده، ده دايجرام علشان يبين ستروك كبير، يعني البلد فيسل اللي افكتد، هنا هو الشريان اللي افكتد، شريان له كذا فرع، فلما بيبقى لما بيتقفل يعني الشريان بيعمل ستروك كبير. والستروك اللي من النوع ده برضو اسكيميك، يعني مفيش اناف بلد، بس ده بيبقى ثرومبس، يعني البلد كلوت اتكونت في الشريان مش اتكونت في حتة تانية وبعدين راحت للشريان. يعني كلمة ستروك معناها زي مثلا أزمة قلبية، دي أزمة مخية مثلا. ممكن نسميها أزمة مخية، بالإنجليزي بيسموها دلوقتي برين أتاك. أوكي، زي هارت أتاك بنسميها برين أتاك. حلو أوي، دي أحسن. علشان يعني they introduce this term علشان الناس تاخدها seriously. اللي بيجيله هارت أتاك كلم 911 على طول علشان يروح المستشفى. فالبرين اتاك برضو، عشان لما نتكلم in a few minutes يعني في علاج لو لحقنا within a few hours. طب كويس، فكلمة ستروك نسبلت علشان نستعملها على طول زي ما قلنا الهيدك STROKE ستروك، فاحفظوها كده، يعني دي كلمة سهلة حتى للي في مصر علشان دي الاصطلاح المظبوط. ستروك يعني حاجة خبطت مثلا، جاية من سترايك يعني حاجة فجأة حصلت، ففيها كلمة مفاجأة دي، أو زي ما قال الدكتور هنسميها برين أتاك يعني مفاجأة. تفضل سليمة. لو نشوف السلايد اللي بعده كمان، دي برضو نفس يعني اسكيميك ستروك، جلطة في الشريان وعاملة الحتة اللي هي لونها جري ده، هي الحتة دي من المخ بتموت، يعني لو ما فيش، لو العيان ما تلحقش بعد كذا ساعة الحتة دي من المخ بتموت، وحسب بقى مكانها فين تسبب أعراض. يعني لو الجزء ده بيوصل الحركة للرجل الشمال، يبقى الجزء ده الانسان رجله الشمال ما تتحركش. اكزاكتلي يبقى فيها شلل او فيها تنميل او يعني حسب المكان. مثال يعني. والستروكس اللي من النوع ده برضو ديبيندز على السايز بتاعها. يعني لو شفنا السلايد اللي بعد كده في ستروك كبير، الستروكس اللي شفناها قبل كده اهو صغيره نسبيا، الستروك ده يعني اولموست واخد تلتين الناحية من المخ. فده شريان كبير مقفول، وعادة يعني ده بيسيب residual effects جامدة يعني. يعني واحد زي ده ممكن يجيله شلل في نصف الجسم التاني عادة. Right. وما يتكلمش، وممكن نظره في الحتة دي يتأثر. يعني النظر بيبقى وراه في يعني الكلام والحركه
اكتر. اكزاكتلي. السايز كمان بتاع الستروك مهم, بس اللوكيشن كمان مهم قوي. ففي يعني الستروكس اللي قلنا عليها سو فار دي اوعية شرايين كبيرة. الضغط العالي لما الواحد ما يعالجش الضغط لفترة طويلة شهور او سنين بيسبب ان الاوعية الدموية الصغيرة قوي يبقى فيها hardening of the arteries, atherosclerosis, في الارتيريولز. فدي ممكن تسبب ان الاوعية الصغيرة تتسد. لو شفنا السلايد اللي بعديه, النقطتين البيض في اللي عندهم الاسهم الصفر او النقطة السوداء, دول strokes نتيجة ضغط عالي. وإيفن ذو الستروكس دي صغيرة خالص, كونها في وسط المخ كده ممكن تكون في a lot of function concentrated في الحتة دي. لو شفنا السلايد اللي بعد كده كمان هيبين ليه الحكاية دي. التراكتس اللي هي بتاخد الحركة أو أي function بتبتدي من فوق خالص وبتبتدي من حتت كتير من المخ وبعدين بتتجمع كلها في النص وتنزل للنخاع الشوكي للسباينال كورد. ففي الحتة اللي هي متجمعة فيها لو كل الفايبرز دي متجمعة وستروك جاء في الحتة دي, الستروك ده ممكن يكون صغير خالص زي اللي شفناه ويسبب disability جامدة عشان ده مركز تجمع الحركة. exactly. زي ما يكون يعني كمبيوتر وفي كيبلز كتير وبعدين كلها اتجمعت في كيبل واحد والكيبل ده حصل فيه ستروك. فممكن الستروك يكون صغير ويعمل a big problem, بس لو الستروك بنفس الحجم في حتة تانية ممكن يعمل يعني ما يبقاش يعني ممكن الواحد ما يحسش بيه. فده مهم قوي لان الناس اللي عندها ضغط اهم علاج للستروك ان احنا نمنعه. واهم ريسك فاكتور ذات كان تشينج از الضغط. فالناس اللي عندها ضغط ممكن يجيله ستروك صغير وما يعملوش حاجه ما يحسش بيه, ستروك تاني وما يحسش بيه, وبعدين بعد كذا واحد يجي له ستروك في حتة سنسيتيف وتعمل مشكلة كبيرة. Right. فدول الاسكيميك ستروكس. على معلش فكرك, انت قلت حاجة ان اللي عنده ضغط لمدة طويلة ومش متعالج بيبقى عنده استعداد للذبذبات بتاعت القلب الاتريال فيبريليشن. مظبوط. لانه هو معالجش الضغط فالكهرباء في القلب نفسها بتبتدي تتلخبط وتخلي القلب يعمل زبزبات في حتة. الزبزبات دي بتسبب, عارفين لما بيعملوا الزبدة بيجيبوا اللبن كده ويقعدوا يهزوه كتير فتقوم يترصب الدهن ويعمل زبدة. بنفس الفكرة في الاتريال فيبريليشن كنا اتكلمنا عليه مع دكتور القلب, ان لما بيحصل الهزات الكتيرة دي في الأوزين بتاع القلب بتتكون عليه جلطات او بتترسب عليه الصفائح الدموية والكرات الدموية وبعدين يبعتها القلب اكتر حتة بتوصل فيها الدورة الدموية من الأوزين ده لفوق عن طريق الأورطة اللي صاعدة لفوق بتروح على المخ. فالناس اللي عندها ضغط لو ما زبطوش الضغط ممكن زي ما بيقول الدكتور تسدلهم الشرايين ويترسب الكوليسترول من الضغط على شرايين المخ ويحصل ينقطع الدم تتكون جلطة في نفس المخ أو تجيله جلطة من تذبذبات القلب الغير المنتظمة وتروح برضو للمخ كمرحلة أولى يعني قبل ما يحس بيها تكون عملت له مشكلة. مظبوط. لو شفنا السلايد اللي بعد كده نمرة 19, ده مبين الشرايين الصغيرة اللي هي بتبقى affected بالضغط العالي. يعني الشريان الكبير اللي ماشي بالعرض ده الضغط عادة مش بيأثر على الشريان ده, بس الشرايين الصغيرة اللي طالعة ودي طالعة في الحتة
deep in the brain. Oh. ودي الحتة اللي بيبقى فيها كل الفايبرز concentrated. يعني أطراف البرين مش مهمة زي المركز اللي بينزل منه العصب الشوك. يعني مش عايز أقول مش مهمة لأن يعني كل حتة في البرين مهمة. اللي ماشي على 8 سيلندر لو ماشي على 7 سيلندر ورا يعني كل حتة تروح. أنا مش قصدي يعني. بس يعني كل التجمع بيبقى في الحتة دي فممكن ستروك صغير يأثر على فانكشن كتير. فكل الأنواع دي كانت اللي هي إسكيميك ستروكس اللي هي lack of blood supply. يعني يا إما جلطة تكونت في الشريان يا إما جلطة تكونت في القلب وطلعت لشريان يا إما جلطة في الأرتيريولز الصغيرين قوي. النوع الثاني من الستروك اللي هو نزيف هيموريج. لو شفنا السلايد اللي بعديه اللي بيحصل ان برضو من الضغط العالي يعني الضغط ممكن يسبب اسكيميك ستروك وممكن برضو يضعف جدار الشريان بحيث يعمل حاجة اسمها مايكرو انيوريزم زي اللي باينه في الدايرة دي وبعدين all of a sudden ينفجر. فده لما بينفجر بيعمل بريشر جامد على الأنسجة اللي حواليه. لو شفنا السلايد اللي بعديه على الكات سكان يعني ده نزيف في المخ من ضغط عالي. طبعا المشكلة اللي في المخ ان المخ في الجمجمة ما فيش منفذ. فأي اكسترا فوليوم زي النزيف اللي بيحصل ده بي بي بيضغط على بقية المخ وبيسبب loss of function. وممكن لو النزيف كبير enough زي النزيف اللي شفناه ده يعني العيان يبقى ممكن في غيبوبة يعني مش بس المنطقة اللي فيها النزيف المنطقة اللي حواليها كمان مضغوط عليها فبتبقى exactly. ضرر أكتر يعني exactly. في حاجة كنت يعني عايز أوضحها إن ساعات الناس تسأل طب الجلطة دي بعد ما تحصل هتروح فين؟ الجلطة نفسها بعد ما بتسبب الستروك الحتة اللي من المخ اللي تأثرت يعني خلاص بقت permanent بعد a few hours بقت الحتة دي يعني بتبقى necrotic tissue مش بتبقى viable يعني مش مهم بتفقد حيويتها right. بتفقد حيويتها والوظيفة بتاعتها. الجلطة بقى مش مهم هي عملت الدامج وبعد كده الجسم يعني within weeks to months الجلطة دي بتتحلل وممكن الشريان يتفتح تاني بس already الدم هيروح لحتة فقدت وظيفتها ما فيش رجوع وماتت يعني ما بقتش حية. فالجلطة يعني كون ان الواحد يشيل الجلطة دي is not something that we do later on unless we have a treatment early on. طب ايه اعراض الستروك يعني ايه الحاجات اللي كل واحد فينا يا اما بالنسبة لنفسه او بالنسبة لحبايبه يلاحظ بحيث يقول الرجل ده محتمل عنده ستروك وانت قايل لنا سموها اتاك علشان الناس تاخدها باستعجال right. اتفضل. اهم حاجة ان الاعراض بتبقى sudden يعني واحد قاعد بيتكلم واحد واقف في المطبخ واحد بيعمل حاجة و all of a sudden يجي له أعراض. الأعراض دي ممكن تكون حسب المكان اللي في المخ اللي متأثر ممكن تكون تنميل على ناحية واحدة عادة بتبقى حتة كبيرة من الجسم مش مثلا تنميل في كف أو صوبع نو دراع بحاله أو دراع ورجل على اليمين مثلا أو على الشمال شلل all of a sudden يعني تبص تلاقي ايده مش قادر يحرك ايده يعني ضعف في العضلات ولازم مش قادر الحساس. ايده مش قادر يحركها او الكلام لما بنقول الكلام يعني we talk about language نفسها والpronunciation language تبص تلاقي واحد بيتكلم كأنه بيخرف بيقول كلام
مش مفهوم، الأفكار مش واضحة في كلامه. الفكرة موجودة بس مش عارف يطلع الكلام مظبوط. أوكي. أو ممكن يبقى فيه slurring of the speech، الكلام طالع بس كأنه إيه في بقه فيه أكل أو فالكلام طالع مش واضح. أوكي. Visual symptoms ممكن واحد يجي له مثلا يفقد نظر في ناحية من الفيجوال فيلد أو الناحية التانية. وأنا برضو عايز أقول حاجة مهمة في حكاية الفيجن دي، يعني يمكن اتكلمنا شوية عليها في المايجرين. مهم لما الواحد يجي له أعراض في النظر إن هو يختبر نفسه علشان يساعد الدكتور إنه يشخصه مظبوط. يختبر نفسه إزاي؟ إنه يغمض عين ويغمض العين التانية ويشوف كل عين شايفة لوحدها ازاي، علشان العينتين الايمج بتبقى overlapping في البرين، فالواحد ما بيقدرش يقول وهو عين الاثنين مفتحين، ما يقدرش يقول شايف دي بانه عين وشايف دي بانه عين. فلو في زغللة في العين الواحد يغمي عين ويشوف، لو العين دي لوحدها مزغللة والعين التانية دي مش مزغللة تبقى المشكلة في العين أو في الشريان اللي رايح للعين. كويس. إنما ساعات يغمي العين ده ويبقى مثلا الناحية اليمين، مثلا مغمي العين دي والناحية اليمين في العين دي مش كويسة، وبعدين يغمي العين التانية والناحية اليمين برضو في العين التانية مش كويسة، فدي تقول لنا إنها من المخ. فدي important. ساعات الأعراض دي تحصل مثلا as a warning بنسميها TIA، تبقى مثلا 20 أو 30 دقيقة أو ساعة. أوكي. تبقى جلطة تكونت وبعدين من نفسها فكت. فالواحد يحب يعرف دي كانت في أنه حتة من وصف العيان. دي نقطة مهمة خالص، أرجو يعني اللي يتابع البرنامج في الإعادة يخلي باله منها ولو يكتب بورقة وقلم، حتى لو هو ما بيشتكيش من حاجة المعرفة خير طريق يعني للتشخيص وللعلاج. اتفضل. Right. فدول النوعين الأساسيين من الستروكس، الإسكيميك والهيموراجيك. أهم حاجة قلتها لنا معلش يا دكتور، إزاي نعرف إن دي أعراض ممكن تكون ستروك، علشان زي ما قلت الوقت مهم قوي. Right. فمعلش تعددهم لنا. أوكي. النظر. النظر ممكن يكون نظر مثلا على ناحية واحدة رايح، أو الكلام. يعني في الراس النظر والبق. Right. وكمان ساعات مثلا drooping. يعني تبص تلاقي البق اتعوج لناحية، فده ضعف في عضلات الفيس. أوكي. يعني. طيب. أوكي. أو ضعف أو شلل في ناحية واحدة من الجسم، إيد ورجل. أوكي. أو تنميل في إيد أو إيد ورجل. دول الحاجات الفريكوينت. الإسكيميك ستروكس عادة ما بيبقاش معها صداع. أوكي. الهيموراجيك ستروك بيبقى معها صداع، والصداع برضو ده بيبقى صداع سدن، يعني أجان كأن حاجة فرقعت في مخه، لأن هي فعلا بيبقى انفجار في شريان. فالصداع مع الأعراض دي بيقول لنا برضو انه ممكن يكون هيموراج قبل ما التشخيص يتعمل. التشخيص عادة بيبقى بكات سكان. طيب. ايه بقى اللي مفروض الانسان هو اذا كان قاعد لوحده يقول للي حواليه او يعمل لو حس بالحاجات اللي انت قلتها؟ اذا كان في الراس يعني نقولها فاست. اوكي. Right. العين right. تشوف حاجات مختفية، صورة ناقصة حتة، ويجرب عينيه الاثنين. البق الكلام يبقى مش واضح، ويعني لو حد بيقول لواحد انا مش شايف بعناية اليمين او متهيألي، فاللي حواليه بقى يقول له الاختبار اللي قاله الدكتور، ويبتدي يكلمه يقول له انت، يسأله عن حاجات معروفة يعني، عشان ممكن تفكيره يكون مش قادر يعبر، يعني يقوله النهاردة كام في الشهر والساعة كام، فينطق بطريقة مختلفة ويمكن ما يقدرش يجمع المعلومات مظبوطة بيطلعها. وإذا كان بان انعواج في ناحية من، وبعدين يسأله
ايدك تقيله ولا لا، حرك ايدك right. تحريك الايدين، ولو الايد مثلا بتتحرك بس مش جامده ممكن يجرب يقبض على يشوف بيقدر يقبض امسك على صوابعي right. قادر ولا لا. طيب right. ولو حد بيقع يعني لو حد مثلا مش قادر يعني رجله ضعفت. بتنخ عليه وات جيفز اوت ممكن يقع. طيب يعني اي اطراف الايد او الرجل برضو يتاكد، حرك رجلك حرك ايدك امسك على صباعي، حاسس بتنميل ولا لا، يعني كل دي اسئله نسالها للشخص اللي بيقول انا مش قادر اشوف بعناية دي، او يلاحظوا عليه ان هو ابتدى كلامه يتغير او يقع او يعني اي عرض من الاعراض دي نسال على بقيه الاعراض علشان right. Right. يعني sudden change in function يعني كان فجأة. في وقت كويس و all of a sudden في حاجه مش مظبوطه. طيب And يعملوا ايه بقى 911 اوكي 911 ليه؟ يطلبوا لأن... الاسعاف على طول. على طول ما اعرفش في مصر النمره كام بس يعني معناها يطلبوا الاسعاف، واللي عنده استعداد زي ما حضرتك قلت عنده ضغط او عنده جلطات او عنده ذبذبات القلب مش منتظمه وحاطين له مثلا حاجه تنظم ضربات القلب وكده، دول ناس عندهم استعداد للحاجات دي مظبوط. فيبقى المفروض يحطوا التليفون بتاع الاسعاف او 911 ساعتها مظبوط. الريسك فاكتورز غير الضغط، الضغط العالي، السكر، السكر العالي، اتريال فيبريليشن، انتظام عدم انتظام ضربات القلب، التدخين. الرجاله اكتر من الستات في الـ في الـ في الستروك، يعني دي جينيتيك تندنسي. السبب ان بنقول 911 او يعني يروح المستشفى على طول، لان دلوقتي في دواء اللي هو ثرومبوليتيك ايجنت، الدواء اللي بيكسر الجلطه. فلو العيان راح المستشفى وتشخص وقدر ياخد الدواء within 3 ساعات ممكن الجلطه دي تتكسر، بس لازم 3 ساعات من بدايه الاعراض. يعني لو واحد مثلا دخل ينام بالليل كويس وصحي الصبح ولقى نفسه مثلا جلطه حصلت بالليل ولقى نفسه مثلا مشلول على ناحيه وراح المستشفى، ما نقدرش نعرف هل الجلطه دي حصلت الساعه 1 الصبح ولا الساعه 6 الصبح، فده ما ينفعش. انما لو واحد قاعد وعارفين بالظبط ابتدت الاعراض امتى وراح 911 راح المستشفى على طول يعني واتعمل له كات سكان بينت ان ما فيش هيموريدج وكل ده اتعمل ودين ساعتين ممكن ياخد يعني بتقولي الانسان او اللي حواليه مش بس ياخدوا بالهم من عرض ويسالوه على بقيتها، كمان ياخدوا بالهم من الساعه كام رايت حصلت امتى الحكايه دي مهم. وبعدين هم ما بيدوش الحاجه اللي بتفكك الجلطات لو حد عنده نزيف طبعا، فلازم بيعملوا الاول في المستشفى رايت في حاجات كونترا انديكيت ان هم ياخدوا، لان ده دواء يعني خطير لو واحد عنده نزيف او واحد عامل عمليه قريب او كان عنده كسر او حاجه زي كده وادينا له الدواء ده ممكن الجلطات النزيف يزيد، بمعنى انه لازم يستعجل ويروح المستشفى عشان يلحقوا يعملوا له التشخيص بالام ار اي عشان يعرفوا ده فيه نزيف ولا لا عشان يتصرفوا قبل ما الثلاث ساعات تعدي بالزبط. اللي بتضيع حيويه بالزبط. المخ دي الاكيوت تريتمنت. بس الاهم من كده بقى ان الواحد يمنع الجلطة، لأن منع الجلطة أحسن علاج أوكي. And actually في أمريكا الـ incidence of stroke قل تقريبا النص من 30-40-50 سنة فاتوا for one single reason إن الـ blood pressure دلوقت is better controlled and that was the reason they used to call it the silent killer. كانت الناس يبقى عندها ضغط وسايباه لفتره طويله مش حاسه ان عندها ضغط و all of a sudden يجي له ستروك وممكن الستروك يبقى هيموريدج و and it can be fatal. دلوقتي الناس بتظبط الضغط
فاللونج تيرم سايد افكتس او اللونج تيرم كومبليكيشنز بتاعت الضغط is better controlled يعني سواء كانت جلطة او كان نزيف. الحاجة التانية اللي لو حد عنده ضغط عالي والجلطات اللي بتيجي من الضغط العالي بتبقى ليها related للبليتلتس اللي هي صفايح الدم فلازم ياخد أسبرين on a regular basis يعني ياخد أسبرينة في اليوم والأسبرين اللي في اليوم ده يعني لسيولة الدم اوكي مش تايلينول مش حاجة تانية والدوز doesn't matter it could be 81 milligrams اللي هو البيبي أو 325 milligram and this is a very important thing إن الواحد ياخد أسبرين أو في أدوية تانية زي الأسبرين زي البلافيكس مثلا ده برضو يعني بس ده مخصوص لناس معينة بيقلل الشانس of heart attacks and strokes بس ما بيستخدمش كوقاية بيستعمل في حالات معينة اللي جالهم إثبات لحاجة ومحتاجين البلافيكس علشان البلافيكس زي الأسبرين بس في ناس الأسبرين مش بيبقى إفكتيف أو they cannot tolerate it بيجيلهم مثلا قرحة أو حاجة في المعدة فالبلافيكس بيبقى instead بس they يعني one or the other أوكي. بس عشان التمن بتاع البلافيكس غالي قوي right. الأسبرين أرخص طيب علاوة على البلافيكس بروشيتا ولازم يعملوا له تصريح من التأمين عادة Right. لكن الأسبرين ده موجود على الشلف اللي مش قادر يجيب اللي مش هلاقي ومعدته حساسة ياخد نص أضلت أسبرين يعني أي كمية زي ما حضرتك بتقول right. ساعات الواحد لما يجيله TIA اللي هي Transient يعني TIA is Transient Ischemic Attack حاجة تقعد مثلا نص ساعة أو ساعة كأنها ستروك وتروح من نفسها فدي بتنبهنا ان في حاجة مش مظبوطة ولازم تبقى checked out وساعات السبب فيها يبقى ضيق في الشريان بس ما الجلطة ما تكونتش واستنت تكونت او حاولت تتكون وبعدين فكت نفسها بسرعة فلما بنكتشف ان في ضيق في الشريان غالبا الشرايين التو كاروتيد ارتريز لو في ضيق 80% او اكتر والعيان ما جالوش ستروك فدي بتعوز يا إما جراحة يا إما الارتري يعني. يبقى بنسميها كاروتيد اندرتراكتومي الارتري يتسلك أو بستنت الستنت زي اللي بيعملوه في very common للكورونري يدخلوا أسطرة ويدخلوها through past الكاروتيد الحتة وبعدين يفتحوها and that can be a very effective treatment. طيب نقط مهمة تقولها لنا دكتور احنا خلصنا وتعبناك ربنا يعوضك ايه اللي نعمله علشان نتفادى لان المهم لما يبقى في حاجة ممكن نمنعها من الحدوث يبقى علينا واجب وبالتالي يعني قول لنا الحاجات اللي قلتها في الاخر عن الحاجات اللي ريليتد للريسك فاكتورز الضغط العالي لازم يتظبط الضغط العالي لازم يتظبط ويبقى 120 على 80 يعني يبقى في رينج يعني السيستوليك بين 100 و140 والدايستوليك بين 60 ل90 اوكي في واحد يقول لك انا ما عنديش ضغط بس لما بروح للدكتور ضغطي بيعلى اوكي يعني الناس اللي زي كده الواحد ينصحهم ان هم يجيبوا جهاز ضغط في البيت ويقيسوا الضغط في اوقات مختلفه من النهار علشان مش شرط ان هو عنده ضغط يمكن واحد مثلا بيستريس ايزلي بيجت نيرفس على كل حاجه بيوري اوكي فضغطه دايما عالي من هموم الحياه اوكي هو لو ما فيش هموم ضغطه هيبقى واطي بس the end result is ضغطه عالي والضغط العالي ده هيسبب الشرايين الصغيرة اللي في المخ انها يا اما تضيق يا اما الجدار بتاعها يضعف وفي الحالتين ممكن تسبب ستروك فالضغط ده مهم جدا السكر
برضو لو السكر عالي، السكر بيأثر على الشرايين الكبيرة. اوكي excuse me. بس not as essential من ناحية الستروك يعني زي الضغط. الأسبرينة في اليوم it's actually recommended in above age 40 للي عندهم ضغط انه ياخدوا أسبرينة في اليوم علشان تمنع heart attacks وتمنع strokes. اوكي لو حد بيدخن طبعا التدخين ده is an added risk factor. Regular exercise. يعني لما نتكلم على الاكسرسايز مش يعني it has to be aerobic exercise and it has to be regular. يعني regular يعني at least 3 مرات في الاسبوع، at least نص ساعة. You have to get your heart rate up. ويعني دي بتنشط الدورة الدموية، ويعني it's a good health habit in general. طيب نشكرك خالص يا دكتور. و انت طبعا وقلت لنا طبعا ان العدو الثالث للانسان اللي هو الكوليسترول، لان هو اللي بيعمل ترسب بيضيق الشرايين، وده بيخلي الجلطه تبقى السكه ضيقه في سكتها، فبرضه الكوليسترول يتنظم. والثلاثه عاده بيبقوا متحدين مع بعض، السكر والضغط والكوليسترول، لسبب ما العدوان الثلاثي بتاع الانسان. أنا أحب أشكرك جدا يا دكتور جدا، لأن أنا عارفة أن مشوارك لسه قدامك ساعتين توصل، ومواضيعك مهمة، وربنا يسمح أن ظروفك تسمح نكمل اللي ما كملناهوش. مش عايزة ربنا يرتب، ربنا يرتب. نشكرك جدا. قبل ما نختم حبايبنا، أنا قلت لكم أقول حاجتين عن نيلسون مانديلا. هو اتسجن 27 سنة وطلع من السجن إنسان أعظم من الإنسان اللي دخل السجن، لا تكون له عقد نفسية ولا زادت عنده الكراهية، بل طلع وقال إن السبب إن هو كان ماسك الإنجيل طول ما هو في السجن. وحتى كتابه المشهور اللي اتعمل فيه، حتى اتعمل فيلم عليه كمان، قال حاجتين تعرفوا إزاي الإنجيل مأثر في حياته وعشان كده بقى العظيم. قال أنا تيقنت إن ماليش حق أحكم على إنسان آخر مع إنه اتظلم جدا جدا. حاجة تانية قالها، أحسن لك تقود الناس من خلفهم علشان تشوف اللي بيحصل لهم وتبقى قائد أمين، تشوفهم اللي بيحصل لهم لأنهم قدامك وانت ورا، إلا لو في خطر عليهم تقوم تطلع أنت قدام عشان تاخد الخطر. الكلام بتاعه ده بيفكرنا بمين؟ بالراعي. الراعي هو اللي بيبقى دايما ولا الخرفان، ولما يلاقي وولف يعني ذئب ولا حد جاي بيطلع قدام. فهو كل حياته اتمجد فيها ربنا بسبب أنه هو كان 27 سنة في السجن بيدرس كلمة ربنا، وطلع يبقى إنسان عظيم، عمل عظيم في دولة وأثر في ناس كتير جدا في العالم. بنشكركم وبنفكركم بتعضيد قناة لوغوس عشان تستمر هنا وفي مصر وفي كل البلاد. وتاني بكرر شكري للدكتور وسيم إبراهيم، ربنا يعوضك، ونشوفكم في برنامج جديد من الصحة الكاملة.